تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شهادة اف ام، برنامج البطولة المعد ديالكم اليومي من 2 حتى الجمعة، من الوحدة حتى الثلاثة. تحية وتقدير للكابتن فخر الدين رشحي، اهلا وسهلا. اهلا منير وميمة وجميع صديقين وصديقات البرنامج، وبداية اسبوع موفقة ان شاء الله للجميع. كيدير مع الصحيحة كل شيء بخير؟ الحمد لله. الصحيحة لاباس؟ الحمد لله. كيدوزتي هذا الويكاند؟ اللهم لك الحمد. خرجتي شي شوية من لاكوب دافريك؟ لا لا، باقي فيها دوز شويه الماتشات اللي قسم الله عاوتاني بديت زابي عاوتاني خصنا نرجعوا. لا واش رجعتي انت بعد هذا الويكند؟ حيت انا جاي هاد الاثنين هذا معول، قلت غادي يكون فخر ديال رجع شويه. لا بدا من داكشي ديال غيكون، قلت غيكون رجع شي شويه. لا بدا اليوم مستمعينا الكرام، ما كاين بس غادي كاين علاش نرجعوا لكوب دافريك، لانه تم التعرف نهايه الاسبوع على لو كاري ماجيك ولا لو كاري فينال ولا اش كيسميوه، المربع الذهبي اللي كنظن ما كانش شي واحد اللي تكهن به قبل هاد كاس افريقيا هذه. اللي داز راه داز، اللي تقصى راه تقصى، والمباريات بداك لو نيفو اللي شفنا تبارك الله. انا غادي نخلي الحريه لفخر الدين هو اللي غادي يناقش معايا هاد الربعه ديال المباريات اللي تلعبوا ديال الكارت فينال. ثم من الضروري في كل حلقه دائما ضروري طرح واحد التساؤل خصوص ما يحدث عندنا هنايا بعد ما جاوا الناس، يعني تساؤل في صميم ما يتوجب فعله ان شاء الله، شنو الخطوه الجايه وشنو كيفاش خصنا نشوفوا الامور. البطولة الوطنية إن شاء الله الانطلاقة والاستئناف النشاط بعد غدا الأربعاء، واليوم فرصة فين غنتكلموا على بعض الفرق وغدا نتكلموا على البعض الآخر، على أساس نهار الأربعاء غادي ندخلوا في البرنامج ديال المباريات. ثم المواضيع الأخرى المتفرقة والاتصالات ديالكم على 0522 36 05 36. مرحبا بالجميع. أرى لي فخر الدين طلعتي شوية لفرنسا، طلعتي البريمير ليغ، كان دي ماتش بحال في الانجليز، ما نقدروش ندوزو داك الماتش ديال ليفربول مع ارسنال، جيفونتيس مع الانتر دي ميلان. بلاتي قبل ما تدخل لي التفاصيل، يعني باش حسيتي عينك شي شويه؟ لا بدا وكتشوف عاوتاني كترجع في واحد الريتم سبحان الله العظيم مغاير، ماشي زعما كتصغير ولا احتقار ولا البطولات اخرى ولا كاس افريقيا، لا كل حاجه عندها واحد الجو ديالها بغيتي ولا كرهتي. دابا ملي كنكونوا كنتكلموا على كاس افريقيا ما يمكنش نحيدوا منير كاس افريقيا من المخيلات ديالنا، كيفاش كدور، كيفاش يعني كتلعب، اللاعبين ديالها، المستوى ديالها، الحضور الجماهيري، الارضيه، الحكام، هو واحد المزيج من يعني من الفعاليات كلها مختلطه وكتعطيك ديك كاس افريقيا كدوز كوب دور. وكيف كنقول لك دائما عندها واحد النمط ديالها لا كوب دي مونس، كيف ملي كتشوف البطوله رجعنا عاوتاني كتشوف ديك الحيويه وتشوف ذاك الحضور الجماهيري، تشوف ذاك الريتم اللي ما كيوقفش، يعني كيف كنقولوا حنا لي ماتش المدربين. انا بحثت ارتيتا غيتسطا كيفاش ملي كيسجل كيضرب مارتي مع شحال كيلومتر كيبقى يجري ويرجع، علاش؟ لانه كنبغي يقلص شويه النقاط. ماتشات زوينين، ماتشات زوينين كانوا البارح، في هذا الويكاند تقريبا كلها كان فيها ماتشات زوينين، ما بين لا ليغا، ما بين طاليان، ما بين فرنسا، ما بين يعني كاع البطولات الاوروبيه كانت فيها، كانوا فيها ماتشات زوينين. شتي واحد مارسي اليوم؟ لا انا ما كتبش لي. شتي البي اس جي ستراسبورغ؟ لا هذوما مرور الكرام، ما كاينش. ولكن واحد اللقطه اللي مرور الكرام هي البينالتي راتي ديال مبابي، كتجي التصدي ديال شكون؟ علاء بن عروش، الكارديان دبيوت ديال يوفنتوس 23 كتجي اللي خدا بلاصتو تيتولير في ستراسبورغ، ما كاين مشكل. لا هو البينالتي عودنا مبابي دو طون زون طون كيف كنقولوا عليه كيقدر يزقل لك يراتي ان بينالتي. انا فرحت لهذاك الدري على الخصوص، لانه مع اليو 23 كنا انتقدناه بزاف والمباريات اللي دار. ولكن واش حارس رسمي في ستراسبورغ؟ لا غادي يخدم بز منه. بيان سور، ما ان غارديان دبيوت على حسب لو ترافاي اللي غادي يديرو، خصوصا في فرنسا. انا كنامن في واحد الدوله ولا كنقول انا واحد الجامعه اللي هي لا فورماسيون، ما يمكنش ما تعطيكش فورماسيون. مؤخرا دابا العاب ديالهم عاوتاني راه مشى للبايرن ميونخ، غادي يلعب في لاتيرال. وهنايا انا كنوضع واحد السؤال على اللاعب ديالنا حنا اللي هو مزراوي، خداو دريوي ديجا كان تمحان ومشى سميتو الكراتا سراي ولا ما عرف في كان في لا تركي، ودابا راه خداتو البايرن. زيد على الاخر اللي طلع برودوي ديال فرنسا، زيد على ادم ازنو اللي لا كنقول لك برودوي ديال فرنسا. دابا عندهم بزاف ديال اللعابه
من ناحيه التكوين كيفاش كتشوفهم كيفاش كيكونوا في بعض المدارس الكرويه الصغيره بحال ملي كتقول ديجون ولا كتقول هذا وكيتعطى ما كتكونش عنده المكانه ديالو كيكون باقي صغير كيمشي عاوتاني تفورما في واحد فرقه اخرى فاذا به كيوصل لواحد المستوى العالي ورغم ذلك مزراوي اللي تيتولار السبت اللي فات اي كنقول زعما انا كان البيرات هي مالغري لا فيكتوار ديالها باقي عندهم سميتو باقي محطوط لو دوت على انهم بحال كتقول انت فريق اللي كينتصر بلا ما يقنع. حسن بالعروج دار خطا وعطى هدف وما بانش لك الهدف اللي حيد. كون صاحبي شكون صاريف 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 راه اول ماتش ليه تيتولار حارس رسمي مع ستراسبورغ انا نتمنوا لي حنا شوف اتونسيون راه غيلعب واحد الشامبيونا ديال فرنسا اللي غادي يكون فيها ماشي هو غادي يبقى جالس شاك ديمونش شاك سامدي غتخدم يعني غادي تخدم وتغلط تغلط حسن قال لي كنشوفوا الناقصه مرحبا بك في هاد التهمه انت ذكرتي لي ديجون وانا نستحضر ما قاله هنا في اقرد البوخريس فاش قال لي فاش الاحتراف شنو الاختيارات اللي كانت قال لي انا الناس اللي نصحوني قالوا لي سير لشي بلاصه لا تقدر تغلط فيها مازال وتقدر ما تبانش غتغلط وغتعلم اي بيان سيو تغلط وتعلم راه انت ملي كتمشي لهاد لي بتيت زيكيب وخا انا كنسميهم دي بتيت زيكيب اللي هما في الفورماسيون ديالهم سوسون دي كروند زيكيب تما كتقدر تمحن شويه وكتعذب وهذا وابري كتاخذ بحال كدير ستاج باش من بعد ملي كتبغي تمشي لباريس سان جيرمان ولا تبغي تمشي لموناكو ملي كتمشي لمارسي كتمشي للي كرون كلوب كتكون عندك ديجا خديتي واحد التجربه هذا هو الفرق اللي كاين. تحياتي للاصدقاء ديالنا. كاين واحد الموضوع اخر عاوتاني بالاضافه للبطولات الاوروبيه الفيفا كتعلن سيدي رسميا على 48 على التوزيع ديال الملاعب وعلى ديال كاس العالم 2026 شفتو اول حاجه بعد هذه رساله لاي واحد دابا غيبدا يقول لك راه قالت ماركا وقالت هذه وقالت هذه راه 2030 هالملاعب راه باقي ما كاين والو باقي ما كاين والو دابا حنا باقين في المراحل الاولى ديال وضع ملف الترشيح يعني باقي ما معروف لا افتتاح لا فينال في نهايه المطاف الفيفا شنو تقرر ان الافتتاح يكون في استيكا في المكسيك على اساس انه لا فينال الولايات المتحده عاد دي ماتش اللي غيداروا في كندا وداك الشيء اللي داك الخريطه اللي عطاو ديال الملاعب كل شيء موجود دابا ولكن حتى دابا موجود كل شيء موجود الا كان شي حاجه غتكون غير يعني من بلا ما نتسرعوا حيت مؤخرا الناس كيكونسوميو واحد المقال دارته ماركا صحيفه اسبانيا غتبغي تخدم المصالح ديال اسبانيا غتقول لك حنا عندنا 13 14 15 ملعب المغرب عنده 6 وبورتغال عندها 2 ولا عندها 3 هادشي اللي غتمشي معك ولكن حتى شي حاجه ماشي اوفيسيال لانه باقي مازال شفت شي جلسه بحال هذه اللي شتي البارح ديال ايفونتينو اوكي لا كنت تشوف شي جلسه بحال هذيك تما غادي تخرج بالقرار ديك الساعه خديتي انت رسميا فوالا اسماء ديال الملاعب والمسائل كأس العالم 2026 كان كافو والضيف تمايا وكان واحد ممثل كبير توا كان جالس في البلاطو وكل مره كيشدوا في هذاك ليفونتينو قالت لي هذيك مقدمه قالت لي في قطر كنا كنشوفوك اشاك فوا كاين حيت ما كاينش لا ديبلاسمون لا والو كتخرج من التيران تدخل للتيران قالت لي دابا كي غادير ما بين ميريكان وهذا هو يسكت بدا يضحك كانوا خصني شي مواصلات اللي تكون راه في امريكان سي راه قالوا لي زعما قدموا لي بان راك انت كتحضر في قطر ما كاين مشكل يا با بروبليم ما عندكش فين تعذب اربعه الملاعب في النهار دابا لا دابا دابا لا ناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود لمواصلات الحديث هذه المره نمشيو ندخلوا لاكوب دافريك ونشوفوا كيفاش وصلوا هاد الفراقي ديال نصف النهايه كيف تاهلوا كيف بلغوا النصف نيجيريا جنوب افريقيا ثم الكونغو الديمقراطية مع منتخب الكوت ديفوار. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادا اف ام. تحية لكل الأصدقاء وكل المتتبعين. ومي ما يدير واحد القضية رجعنا لكوب دافريك طلع لنا شي شوية بلا كوب دافريك باش تفخر الدين حتى هو يرجع شي شوية حيت دابا نقدروا نطلعوا ليه بهذا الطابي هذا يهضر على الكوت ديفوار بحال غيهضر على شي فريق هنا في البطولة زيد يلا باشير صافي مزيان كوب دافريك باشير شكون الباشير؟ ملعب الباشير ملعب الباشير كأس افريقيا الأمم مباريات ربوع النهائي بعدا واش اللي تأهل يستحق لا لوجيك ديال الكرة ما عمرك ما
حاجه واحده اللي كتدير هو انه الكوت ديفوار كنت كنقول فهمتيني بهذاك داك الشيء باش دايزه يمكن تبقى غاديه بحال هكاك. وي غاده بحال هكاك. ودابا انا في الاول ملي شفت السيناريو اللي وقع في الماتش تاكدت بانه باقي ضحكه لهم يعني الكره عندهم مازال لا شونس يمكن كاين شويه ديال ان بلوس ديال المضاربه وهذا ولكن سان بيش با تضيع ضربه جزاء وكارتون روج وتبقى مازال حي في الماتش هذا راه شي حاجه اكسترورديناير وحتى حتى ل 90 والفوق وال 120 والفوق وكيفاش كيتماركاو دوك البيوت انا غريب فالكره ما فيهاش المنطق كيف كنقول لك انا دابا صغار باش كتلقى كره القدم كتعتمد على المنطق ماتشات بجوج الماتش ديال انغولا مع نيجيريا علاش خليك هذا بدا كوت ديفوار ومالي الكوت ديفوار ومالي مونير مالي داروا غران ماتش كان بامكانهم يمشيو فاسيلمون لان من بعد ما سجلوا هدف ما تنظنش الكوت ديفوار يقدروا مازال سيرتو بواحد لو نومبر ريدوي ديال هذا ولكن مع كامل الاسف ما حافظوش على التقدم ديالهم ويمكن ذاك الضغط ولا جو سي با شنو هو الحاجه اللي وقعت المالي لانه ما قدروش يسيروا حتى ال 90 مينيت ويخلقوا مشكل الكوت ديفوار تعادوا حتى الاخر كي قلتي انت هذيك الكره اللي خشى فيها لا بوينت دي بي كان غلط ديال الدفاع انا يمكن نحمل مسؤوليه الدفاع في لي دو بيوت لان حتى الدوزيام بيوت لاصقين هما في الغارديان دويس ما طلعوش كون طلعوا كان يبقى هذاك تما غادي يبقى اورجو هذه هي الكره فماتش اللي كان فيه النديه فيه تو سكو تي فو زعما شي حاجه لي زانغريديون ديال الكره كانوا في هذاك هذيك ساعه ونص ولا هذيك 120 دقيقه اللي تفرجنا فيها الجمهور ديال الكوت ديفوار عطى واحد الدعم كبير لي شونجمون اللي كانوا ديال لونترينور ولا كنسميهم هادو لانتيريم ولا الدراري اللي جاوا بجوج انا جاني لونترينور كيفاش قرا يعني دخل هذاك الدري اللي شحال هادي ستانجون اللي خلق مشكله المنتخب ديال المالي هنا كيبان لك الغلط اللي كنت كنهضر لك عليه ها هو دابا كيزيد يتاكد لينا بالوضوح على ان المدرب اللي كان قبل كانوا دايرين فيه ما بغاو وكان ما يمكن ما كانش عنده كاع وقيلة هو السلطه على ذاك المنتخب اللي كيقدر يدير شي حاجه راه كيديرها ولينا كنشوفوا فرقه اللي كتضرب ولينا كنشوفوا لي شونجمون ما كاينش انت هذا ولا انت هذا لهذ الدرجه لهذ الدرجه تقلبات الامور يعني تقلب لان خرجتي من دابا هذوك اللعابه بالنسبه هما كيسموا اليميني الموت انا عاد سنطيه دابا هذوك علاش غادي يحشموا وما غاديش يهضروا حنا تقصينا حنا راكم نتوما بالنسبه لي انا كمدرب كون اذا كان بامكاني من بعد اقصاء ديالكم نبدل نحيدكم كاملين تقريبا نخليها واحد 10 ديال لي جون واللي ما عمرهم ما وانتم كلكم نقول لكم الله يرحم والديكم رجعوا لفراقكم تلعبوا في اوروبا انتم بارك عليكم اذا كان على هذا النيفو اللي عطيتوني كيفاش وقع من بعد الاقصاء ومن بعد ذاك الرجعه اللي رجعوا بلا شونس احنا راك ربحنا زومبيا ولكن سا لامبيش با لي زوت الجروبات الاخرين عاونوا الكوت ديفوار راكو كانوا جروب دخولين مجهدين الكوت ديفوار ما دوش احنا اخر نتيجه احنا شوف احنا اخر نتيجه اخر نتيجه لا فيكتوار ما ولكن هما راه ما كانوش غيدوزوا كاع يربح المغرب ولا ما عمرهم ما كانوا غيدوزوا اللي ساعدهم هما المجموعات اذا منين رجعوا هذاك المدرب منين جا مشى هذاك المدرب ومشى الرئيس ديال لا فيديراسيون وتقلبات الامور اش غادي يديروا سكوت ديجا بعدا هما ما كانوش كاليفي كانوا كيترينيو وحشمانين واش غندوزو ولا ما غندوزوش ملي نسمعوا راسهم دازو غادي نفرحوا ولكن ابري غنجي نقسم نقول لكم غادي تسمحوا لي الله يرضى عليكم انتم راكم قصيتوا لا كوت ديفوار ما عطيتو والو سي فري في تروا ماتش ما كان والو ولكن ها انت جيتي قلتي لنا هاد الشيء احنا رجعت فينا شويه الروح انا لا غنلقاو السنغال دابا غندخلوا بيان سور غادي ندخلوا خصنا ندخلوا بوجه واحد اخر حتى الجمهور الايفواري ما راضيش عليكم ما راضيش على العطاء ديالكم ما راضيش على بزاف ديال الحويجات باسكو فانا دابا خصنا ندخلوا بواحد الوجه اخر ريتم اخر هو اللي داروا وديك الروح القتاليه وسميتو الماتش ديال البريمير تور ابار الماتش اللي كانوا رابحينه مع ديك غينيا بيساو مع ماركو ديفوار كانوا هما الاولين في التسجيل باقينا ما عمرهم ما كانوا نيجيريا ما قدروش يرجعوا معاها غينيا السوائيه ما رجعوش معاها كانوا متاخرين مع السنغال رجعوا وكانوا دابا متاخرين مع مالي ورجعوا واش هذا الشيء كامل بغيت نقيسوا على داك الشيء اللي كنتي قلتي لي على ما يصير في البريمير تور
واش هذا الشيء كامل راه دابا دخلهم صحه في لا كومبيتيسيون دابا دومي فينال فينال ما بقى لهم والو دابا دابا كيشوفوا اللقب بالنسبه لهم ما بقاش لهم بزاف دابا ديمي فيناليست ما بقاش مع داك سميتو الكود بوس ديال الجمهور مع كي كنقول لك انا ديك لاغاج اللي ولات دابا عندهم الثقه اللي خداو اديس ويلعبوا بحال هكا ويديروا مع 11 وما كانوش كيكونوا مزيانين اش كيف كاين واحد لونطونت ما بين لو ستاف تكنيك ولي جوار صافي دابا كاين تضامن بعضياتهم هما هذوك بجوجهم دي زكس ديال لاكو ديفوار ما يمكنش انكس فوتبالور اللي دوز الكره ما تعطيهش واحد 60 ولا 70% من التحراميات ديال الكره راه الماتش اللي لعبوا ضدنا في 2006 فاش كنا خسرنا بواحد الزيرو فاش وليد الركراكي تسبب في ضربه جزاء مع دروغبا راه كان لاعب فيه المدرب هذا كان لاعب في هذاك الماتش كلهم كانوا ما يمكنش ما يعطيوش ان بليس ما يمكنش تأهل الكوت ديفوار على حساب المنتخب المالي دابا نجيك لنيجيريا وانغولا نيجيريا انغولا 1-0 هضري على نيجيريا ابار ونيجيريا تبارك الله ما كتبدلش في لو سيستيم جو ديالها ولكن اتونسيون لقاو انغولا بواحد يعني واحد الفريق بواحد المدرب اللي هضرتك عليه بان سيستيم دو جو بان شيما لاعبين ما نيجيريا ما حقراتش على انغولا الا بغينا نهضروا بهذه اللغه ديال الكره ما لقاتهاش خصم سهل كانت تقدر دير جوج ولا ثلاثه بحال اللي دارتها هذا تكون هي اللي ضاغطه نيجيريا زون سوفير فسميتو مانت فوا كانوا غادي يقدروا يتعادلوا شنو اللي دار الفرق؟ ومولين اللي دار الفرق هو الاكسبيريونس هو هذيك يعني لا كاليتي دي جوار اللي عند النيجيريين اللي لحد الساعه كيبانوا هما اللي باقيين ستابل حتى فافوري ما بقيتش باغي نقولها ما كنامنش تنقول غير من حد الساعه هما لو سول ولا ما عرفت المنتخب الوحيد اللي لحد الساعه كيبان لك كاينه حركيه مستقر في الاداء ديالو فوالا ما كاين حاضر حتى في الماتش الاول كاع اللي تعادلوا مع الاستوائيه كانوا مزيانين هما قلت لك الا عقلتي قلت لك اتونسيون نيجيريا راه كانت مزيانه تعادلات ولكن كانت مزيانه وتا دابا راه ما كاين حتى شي مشكل هما دابا دازوا بان سول بيت وشتي البيت اللي تماركا كيفاش ماركاو بواحد الطريقه مزيانه بينيتراسيون من لا غوش تحطات في خارج الكاري 18 متر والضربات وغبرها سميتو لو جوار انغولا ما ربوش يديهم مونير وقفوا وكانوا غادي ماركيو على النيجيريين ولكن سي سي كوم سا هذا هو الفوتبول غير هو شفنا واحد المنتخبات اللي صافي لونطوم شفناهم كي قلتي نتايا في الظهور ديالهم في لي كان اللي شفناهم دابا نيجيريا النيجيريا كنهضروا عليها في 20 مشاركه شوف شحال مره دومي فيناليست واش هذا هو المنتخب اللي كتقول عنده التقاليد ديال لاكوب دافريك لا ماشي عنده دابا راه يمكن ما يبغيش يبقى دومي فيناليست يمكن دابا اليوم على الاقل بعدا الا قبل الكومبيتيسيون كتقول انت راه دير كوب دافريك فوالا عنده ديك لابس داك الجلباب ديال واحد المنتخب اللي عنده لا دي ان كيف كنقولوا حنا باش كيشارك كوب دافريك وكيدير ويمكن هذه المره مونير بالنسبه ليا نقدر نعطيه دابا باقي واخا ما عرفش انا الدومي فينال دومي فينال مع جنوب افريقيا لا نقدر نعطي واحد 60 ولا هذا لانه يقدر يفوز باللقب لانه كره القدم دابا هو مشكل المرشح ما بقيتش كتقدر تقولها هذا هو المرشح ولا هذا ما نقدرش نقول انا فهمتي ثم في مباراه اخرى وهنا عاوتاني من غرائب السودان الكونغو الديمقراطيه يحقق اول انتصار وانتصار دال دومي فينال دومي فينال وسير انت يا السنغال ربح 3 د الماتشات وقف التومون وسير انت يا المغرب ربح 2 ماتشات وقف التومون كونغو الديمقراطيه اول انتصار لا بريمير فيكتوار ديالها بريمير فيكتوار داتها سميتو داتها لا دومي فينال انتصار ديال الكونغو 3-1 على غينيا الكونغو ساعدته ديك انا نقولها لك مونير مع دو صبر كيقدم مباريات مزيانين يمكن ما كانش عنده الانتصار ولكن ملي كتشوفو في التيرا وتشوف لومبلاسمون ديال لي جوار ديالو لونغاجمون وتشوف داك لونغاجمون اللي كيديرو ويسا كيدي دابا تروا ولا ما عرفت سميتو اشاك فوا كيدي ميور جور ديما كيدي ميور جور ديجا ملي كيكون عندك واحد اللاعب اللي كيدي ميور جور غينيا وقيلا وصلوا لسميتو المرحلة شفت الاستقبال ديالهم البارح فاش رجعوا الشعب فرحان عرفتي علاش داروا كوب دافريك مزيانه غينيا واش بغيتي داروا كوب دافريك مزيانه
انا قبل كاع ما نجاوبك قلت لك انا بالنسبه لي راه سالوا وصلوا لا ليميت، لقاو واحد المنتخب متمرس بلاعبين متمرسين مدرب اللي حتى هو عنده شويه ديال الخدمه تمايا، هذه كل عوامل اللي خلات علينا الكونغو هذاك الكونغو اللي كنا كنتفرجوا فيها واللي شفناه مع المغرب وشفناه بينات لينا بانه منتخب اللي ماشي سهل اللي عنده الامكانيات باش يوصل. اللاعب المعلوم راك شتي هو اللي جاب التعادل، مبيمبا هو اللي دار البينالتي، هو اللي جاب التعادل، ثم كيجي هدف ثاني وكيجي هدف ثالث. بلاتي هذا صاحبنا اللاعب مبيمبا واش لاعب مؤثر في بيان سور ولا مؤثر اكسبيريمونتي وعنده كيف كنقولوا حنا بزاف ديال لانفيونس بانه قادر يضغط على دوك اللعابه يتكلم معاهم. راه سي 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 تون اونترينور داخل من بعد دو صابر في التيران هو اللي كيعطي لي واحد التصريح ديال دو صابر قال لهم كاع الفرق اللي وصلوا دومي فينال قال لهم انا ما كنامنش بلا سيربريز يا با سيربريز عنده الحق يا كول ترافاي كي كونت. انا كنا كنقولوا اي كي كونت لا ريزون حيت دابا هو بقى يسمع لا سيربريز. لا قول ليه تقدر تسمع لا سيربريز ونزيد عليها لو ترافاي. السيربريز بالنسبه لواحد عدد كبير ديال المتدخلين في الكان غادي يقول لك سيربريز تشوف كونغو تشوف غينيا ولا تشوف كتير تقدر تشوف انغولا. قول لي ما نقدرش نقولوا سيربريز وي سيربريز نقولوا سيربريز ولكن مع لا سيربريز كاين لو ترافاي. كنت بحالاش مثلا لو بغيت نقول دو صابر بحالاش هذا لو ترافاي اللي غيكون دار مع الكونغو دو صابر تيبان بانه كاين تما خدام حيت المدرسه الفرنسيه نجحت كثير مع الـ مع الـ جنوب الصحراء جنوب الصحراء جنوب الصحراء. علاش؟ لانه هذاك ولكن ماشي اي فرنسي عاوتاني كينجح. لا ماشي اي ولكن ملي كيكون عندك ان بلان دو ترافاي وشيما تاكتيك وكيكون عندك احترام مع اللاعبين وتتعرف. شوف المدرب اللي ما كينجحش هو اللي ما عندوش السلطه على اللاعبين، هو اللي كيأدي الفاتوره غاليه وما تينجحش. وباش نبقى في دو صابر، دو صابر من هذه النوعيه ديال هاد المدربين قلتي اللي نجحوا ولكن راه ما نجحوا حتى ضربوا واحد الدويره كبيره في الشمال وفي الجنوب. وما خليتيش واش هاد التراكم ديال لي زيكسبيريونس جينايا وجينا كان في الواك كان في مصر في الجزائر في اوغندا تبارك الله تبارك الله كوت ديفوار اجمع واحد كيف كنقولوا حنا تجربه وهاد التجربه هي اللي كتعطيك هاد الوجه دابا اللي ظهر به دو صابر مع الكونغو. كيفاش شتيه كيفاش كيوقف كيفاش كيجري لي ماتش ديالو. تقدر تشوف الكونغو ديال لا بريمير ميطون وتشوف كونغو ديال دوزام ميطون لي شونجمون كيفاش كيدارو. هذاك ويساو تيدير لي شونجمون وشحال مره تيخرجو وبدون يعني الحسابات وبدون هذا. كنتي تقدر تشوف ان جور اللي خارجو ما راضيش. تقدر تشوف اون فوا تشوف ان ديزيكيليبر تشوفو سير لو بون تشوف واحد غضبان هنايا واحد ما كيسلمش. وهذا هو اللي ما كاينش في الكونغو. كيبان لي بانه منتخب مجموع بحالو بحال الكاب فير بحالو بحال هذوك المنتخبات اللي شفنا في الاخر. انا جاي الكاب فير ما عندك ما دير الكاب فير غير هذه القضيه ديال المدرب. التجربه الافريقيه ما كتجيش كتجيش غير بحق راك انت واحد النهار هنا لا لا ما يمكنش لا تضرب واحد ولهذا انا شخصيا ملي كنجي نتكلم على سيليكسيونور ديالنا راه مزيان تكون البدايات بحال هكا تعرف بعدا مزيان كترتكب واحد الخطا دابا يمكن في تجربه اخرى ما غاديش غيكون داز عليك. كاب فير مع جنوب افريقيا مباراه اللي بقات ماتش زوين هذا دك 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 وكان اي ماتش زوين حتى في بيلانتيات لا وكان يقدر يسالي في خبارك هذاك الماتش. واحد لقيته كتقول كاب فير واحد لقيته كتقول كتاع ثاني كدير كتقول لافريك دو سيد اللي غادي تغفلهم فيه كرة فيه محاولات اللي كيلقى شي فرقه شويه نزلت من الريتم هو اللي كيطلع يدير لا ديفيرونس. غير هو الكاب فير انا بالنسبه ليا هذاك اللاعب اللي دخل لي راطا وحده بعد عريضه كانت تقدر اليميني سميتو جنوب افريقيا. ثم دوزام ميطون زقل هذاك الوليد باقي صغير راه كندير لي لاستو كنديرها في رجلي الكاب فير ديال الكاب فير ما خلى ما حتى هو ما قيل عدم يعني الثقه ولا جو سي با. ماتش كان بلان كانت فيه الكرة لاحظنا فيه لأنه حتى مسألة العياء منير ما كتبانش عند أنا راح تسالي وغادي نسولك واحد السؤال والله يحبك إلا ما جاوبني حتى المنتخبات اللي ثم داز لي تيروبيت تلاقاو مع غارديان واش كان كيتفرج واش شي واحد كان حضر لي زونترينمون ديال الكاب فير حيت الطريقة باش كاين كيمشي متيقن
وباش مشيت ثلاث مرات متابعه اربعه اللي هنا اه لا ودار اربعه ديال ليزاري لا خليه اربعه ديال ليزاري خليني نشرح لك مشات ثلاث مرات ديال قنت واحد كيقولوا كيمشي وكيمشي بواحد الطريقه متيقن ماشي كيمشي بايزيتي والخرى كاع باش غيزيد يكمل هذيك الخرى اللي غيمشي يجيب من الجهه الاخرى تيمشي عليها واش انا هذا هو السؤال اللي عندي واش حضروا لي سيونس دو تيغ ديال واش شي واحد حضر لي زونترينمون ديال كاب فير وشافهم كي اللي كاين اه وهادي حسب المدربين الحراس اه اللي كنتيق فيهم انا اه تيقول لك سير الثالث يرو بوت لا حتى هما كيتخدموا وي انت كتكون كتبريباري الماتش ديالك ليكيب ادفيرس خصك تاخذ لي ستاتيستيك ديال اللعابه كاملين والبورسونتاج ديال فين كيضرب فين كيضرب وكتحطهم لي غارديان دو بوت ديالك كتقول لي انا يقدر مثلا فخر الدين غيضرب راه هاد المية اللي ضرب الاخرين راه 80% ضربهم في اليمن واحد 10% ضربها اليسار وانت دابا بحال دابا ملي كيجي كان سيرتان محمد صلاح اللي كتشوفوا مع ليفربول كيبقى يضرب 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 انا بالنسبه لي في المنتخب غتعرف غادي نقول لهذاك الكارديان دو بيت صلاح عنده جوج الحوايج ولكن راه كيبدل اييه تيقدر يضرب بدروات يضرب لك في الوسط عاوتاني يضرب في الكوتي كاين ضروري كاين واحد الجهه كيقدر وتا هو كيكون عنده ريزيتاسيون تيكون المسكين جاي باغي يضرب وميم تو خايف تيقول ممكن الا ضربت هنايا وهذا انا ذاك النهار في لي تيرو بيت ابار الكارديان دو بيت اللي كان اكسيلون اللي كان كيمشي بواحد الطريقه ويليامز عجيبه واش كي قلت يا منير انا كنقول خدموا خادمين خادمين على هاد لي تيروبيت راه قلت لكم بالفريق اللي داز جنوب افريقيا ما كانوش فور في الماتش لا في لي تيروبيت لي تيروبيت ما كانوش مزيانين هما ما كانوش مزيانين كان غير شويه كان عند دوك كافير شويه ديال الحظ كانوا يقدروا يساليو في الماتش ويبقاو غاديين على لي تيروبيت يقدروا حتى هما يوصلوا ديك 11 والغارديان وكلشي ولكن ما عندهمش حتى هما ما ساعدهمش الحظ نسولك السؤال ديالي دابا شتي الماتش ديال جنوب افريقيا والكاف فيرت شتي واش كنتي كتشوفنا فيه في هذاك الماتش وهاد يكون عاوتاني انوتر ماتش لا بالوريتم باش واخا تقول لي اللي قلت يا مولي والو ما عمرك ما دير مقارنه مولي جامي ما عمرك ما دير مقارنه نكونوا فيه ما نكونوش فيه الا كنا فيه كاع تقدر تشوف من بعد التأهل ديالك تشوف مغرب واحد اخر بلاعبين بريتم اخر على حساب انت كيفاش جاي ماشي على حساب دخلتي ديريكت لهذاك الماتش ديال كاب فير ولا ديال اوكي شفتي انت كيفاش كنا جايين غير حنا كيفاش جايين راك نزلتي داك الشيء باش كنتي جاي ما خلاكش توصل لكاب فير حيت كنت زدتي وكنا غادي نلعبوا مع الكاف فير وعطيتيني سؤال دابا نقول لك انا المغرب يقدر يواجه الكاف فير ويدير ولكن انت من البدايه ديالك مع تنزانيا احنا تخلطت عندنا الامور ما بين لو ستيل جو ولو جو ولو شوا ديال لي جوور وليطا فيزيك وليطا فيزيك واصعب من هادشي كله الندوات الصحفيه دارونا مشكل توما ماتش بيان سور داروا لك مشكله منير مابقاش عندك استقرار لا اللي غيلعب ولا اللي ما غاش يلعب واحد الوقيته وليو نهضروا على لو ريتم ديالنا والماتشات اللي كنلعبوهم كنوليو كنجيو هنايا والجماهير المغربيه والمتتبعين كيقراو ولاو كيشوفوا الصداع نايض في جهه اخرى يعني اختلطت الامور انت قلتيها دابا قلتي هو غادي يستافد وانا جون سوي سير سيرتان بانه غادي لا سي سور سي سور غادي علاش لان هادشي كاع اللي داز حيت دابا هو انا بالنسبه ليا ما متمرش ورا الممارسه كتجيب لا سافو غيان دير تكون مع الفتح ولعبتي مع الوداد لاكوب دافريك ولا ادجوان ديال الطاوسي لا داكشي كله شي ملي كتكون انت هو لو باترون صاحب القرار تيولي عندك واحد العبء ولا الوزر على الكتف ديالك ان انت كتكون انت هو اللي مليوح وسط سميتو 40 مليون ما كتعرف حتى واحد كتعرفك انت فانا كنقول بانه كاع هادشي اللي داز فهاد لاكوب دافريك غادي ياخذو وغادي جلاس اتي تروبوزي وغادي يشوف شنو هو المشاكل وشنو هو الصداع اللي ما كانش كاع يطيح فيهم المدرب وما كانش كاع لانه اختلطت الامور ودخلنا من شي حوايج وولينا في حوايج اخرى
ولي كريتيك هنايا لو شوا دي جوور هنايا لي بليستور هنايا بزاف بزاف صعيب الحال صعيب الحال. وانت مالك وانت في واحد المناسبه اللي هي كبيره اللي هي لاكوب دافريك اللي فيها لعابه متمرسين فيها مدربين متمرسين فيها لعابه اللي ما كيقر فيهم لا صاد لا ماكله لا والو راك شتيهم قاسم دي زوطيل داكشي اللي قسم الله كياكلوه ولكن هما عارفين علاش جايين. كاين اللي جاي مسكين واحد البلد هذا بحال غينيا اللي تستقبلوا راه جايين مساكن على قد الحال هما والانغولا الكافير وانت غادي راه ابار شكون اللي غادي تلقاه كاع زعما ما كاينش انا حتى واحد ابار دوك اللي لاباس عليهم دوك اللي كيلعبوا في جنوب الصحراء اللي كيلعبوا في الانجليز بعض المرات هما اللي كيجيبوا التونيات بعض المرات هما اللي كيعطيو كادوات وحق الله العظيم بعض المرات كيديروا دي بريم اللي جوور ديالهم اللي كتلقى لاباس عليه وهادشي عشناه يقدر يجيب الصوابط لصحابه اللي كيلعبوا معاه هادشي كله راه هو اللي كيخلي هذاك الحماس وتيخلي ذاك سميتو. تحيه للاصدقاء ديالنا اللي كيتواصلوا معنا بالتعليقات ديالهم. كاين واحد التعليق ديال مصطفى الادريسي هي راه مزيان هاد الارقام ولكن غنقراها حيت غادي تدخلنا لواحد الموضوع اخر عنده علاقات بسياسه الدوله في الرياضه. قال لي السلام عليكم اخي منير وفخر الدين بغيت رايكم في هذه الاحصائيه الخفيفه في عدد الالقاب في بعض الرياضات الجماعيه. قبل ما نقراها احنا هما الاخرين الا غتقارنا مع مصر وتونس والجزائر. حنا هما الاخرين في الفوت هوند فولي باسكت. راه في الرياضات الجماعيه كاينه مصر والاخرين. مصر من كوكب اخر والناس كيفاش كيفكروا في الهوند كيفاش كيفكروا في الباسكت وداك الشيء. تونس نقدر نقول لك انا لولا داك الشيء اللي كان وقع عندهم هذه واحد 11 عام دوك التغييرات السياسيه اللي كانت واللي نزلت شي شويه من الامكانيات وعدد القاعات ما زادت والممارسين وداك الشيء كنت غتلقى تونس في بلاصه اخرى. نفس الشيء بالنسبه للالجيري اللي كانوا في ليكيب ديال الهوند ديالهم. راه حنا راه شفتي الواقع كي داير حنايا في الرياضات الجماعيه هوند باسكت فولي الباسكت راه مشاكل هذه واحد 3 سنين ولا 7 سنين ولا ما عرفتش شحال كاع المنتخب يلاه رجع بدينا كنشوفوه شي شويه وخص شحال عاوتاني باش تجيك اون جينيراسيون بحال اللي كانت في الجمعيه السلاويه وتقدر دير منتخب. الفولي راه كنمشيو البطوله الافريقيه كنوصلوا لواحد الحد وكنرجعوا. الهوند راه لي ليميت ديالنا هما هادو والفوت راه حنا هادشي اللي كاين هادشي اللي ما عنديش شنو غادي نقول لك على هذه المقارنه هذه. سيمونير الحكام في كاس افريقيا يحملون علامه مستشار عالمي وراه الكاف كاينه غير في افريقيا علاش مديريه التحكيم وي علاش لا غير هو في المغرب غيمشيو يقلبوا لك على ذاك المستشهر شكون هو مولاه واش منخرط في شي فريق ولا ماشي منخرط وغتبدا تسمع. المهم غيجبدوا لي يجبدوا لك شي تصويره ديالو في عام 1900 كان لابس شي توني بشي لون حاضر في شي تيران هذه عقليتنا احنا ما عندنا دير لها. اما في لوكوتي بروفيسيونيل حتى الحكام راه خص يدخلوا حتى هما الاحتراف. واش حنا عندنا تكوين في المغرب ولا الله يخلف على مع الاسف راه الهضره هذه والله العظيم فخر الدين انت راه ما خليتي ما زدتي في لي بلاطو هذه واحد 20 عام الاخرى راه نفس الجمله كنسولها داكشي اللي كاين نفس الجمله. واش راه كون كان اللي يجاوب على دوك الاسئله من هذه غير واحد 10 سنين كنا غنقدروا نلقاو شي اجوبه. سيمون اخيرا تم العثور على البي سي والتليفون في الاردن. عموتا هشام الادريسي ومصطفى الخلفي سي حسن اللوداري تحيه لهم الله يوفق. 90% من قوه اي فريق هو وسط الميدان. اياه المنتخب ناقص في الوسط ضروري ديما خصو يدخل من الاجنحه ولا كتاب مفتوح. هادو دي ديطاي هشام دي ديطاي تكنيك ولكن في المجمل ما خدمناش من بعد كاس العالم باش نحسنوا شي حوايج في المنتخب. بغيتي تمشي تلعب في لاكوب دافريك بالادوات اللي نجحات لك في كاس العالم لا وكان فيها ريتم ديك الساعه ماشي بحال كان ريتم ريتم ما كانش لي بليسير كانوا باقين في الاوج ديال سميتو. كانت حتى واحد الحاجه كنت سولتك عليها شحال هذه بلاتفورم كانت حتى طريقه اللعب اللعابه كانوا باغينها وقابلينها كانوا باغينها لعبتيها وما عندكش لها الحدود ما تقدرش تخرج لو قابلينها ما تقدرش تخرج قابلينها لان عارفين راسهم الا خرجوا بغاو يلعبوا وخلاو دي زيسباس كنت تاكل العصا هذا هو المشكل. هنا احنا ديما حنا كنا اللي كنتسناو انا كنخلي لك الكره وكتبقى انت ملي كتمشي عندي كنقدر نقلع عليك في الوسط ولا في الدفاع كندير كونتر وكنولي انا عاوتاني هاجم. لاكوب دافريك لا كوب دافريك شكاين. السلام عليكم سؤالي من 2017 وحنا كنتقصى واش المشاكل في المدرب ولا في الجامعه مشتركه بصح
شنو الانجازات اللي درنا من 76؟ انا دابا عندي اكثر من 30 سنه ما شفت حتى انجاز. واش ما حانش الوقت نجلسوا نشوفوا حل؟ المشكله دابا انا دابا اللي عندي 44 عام كنت نقدر هذه واحد المده نقول خصنا نجلسوا نشوفوا. دابا راه هذا خصنا نجلسوا انا طلعت ليا فراسي عينا من شحال ديال الوقت وحنا راه جاوا جلسات والموائد المستديره والمستطيله والمثلثه، ولكن من بعد شنو 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 اللي كيدار؟ ما عرفتش، ما بغيتش ندخل شي هضره اخرى عاوتاني نوليو. سي منير تحيه لكم من حدا بوشعيب العطار بورغون، تبارك الله عليك السي حسن. قول فخر الدين راه ولاد الدرب كيسلموا عليك. الله يبارك فيك خويا، بارك الله فيك. مراد ميري اغ اس غيانا سينيالي، شحال هذه مش اغ اس كنشوفها في لي فو ديال الاربيتراج. كان دريس مربح كيكتبها كبير. كل شيء بستيلو دابا الورقه الالكترونيه عاوتاني. خاص الاهتمام بالالعاب المدرسيه والعوده الى ما كان الامر عليه. واسي محمد راه فرحنا ملي الرياضه تم الحاقها بالتربيه والتعليم وقلنا الحمد لله غادي ترجع. ماذا بعد؟ اشنو؟ واش نقدر نقول لك دابا هذه اللحظه اللي كنهضروا الرياضه فيها مشاكل والتعليم فيه مشاكل؟ خلينا. سيمون سؤال للنقاش عن الفحص الطبي للانديه، هل يمر بمعايير عالميه؟ هل له شروط تفرضها العصبه للانديه ام صوري فقط؟ لانه بزاف اللاعبين يجتازونه ثم تظهر عليهم الاصابه من بعد. انا اللي في بالي نعطيك واحد المعطى، ان الفحص دار في مركب محمد السادس، واللي كنقولوا انه فيه يعني جميع المعايير اللي غتخلي دير، والانديه كانت كتخلص بمعنى ان النتائج غتكون دقيقه الا وقعت شي حاجه من بعد. ما عرفتش اخويا شنو غنقول لك، ما عرفتش. ناخذ فاصل مستمعينا الكرام ثم نواصل معكم الحديث. هذه المره غادي ندخلوا شي شويه ندخلوا لعندنا ونطرحوا بعض التساؤلات واللي عندها علاقه بالاشياء اللي احنا جايين ليها، لانه البطوله كاينه بعد غدا ان شاء الله. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادي اف ام، تحيه للاصدقاء ديالنا وكل المتتبعين. بغيت نسولك فخر الدين ولكن عاوتاني كنظن ما كاين لاش والله العظيم. واخا المنتخب النسوي ديال قل من 17 سنه اليوم عنده مباراه ديال الدور الثاني ديال تصفيات كاس العالم. اييه مع النيجر، غادي يستقبلوا في بركان. زوين ديجا بعدا عطينا رايك في هذه القضيه اللي كنا قلنا ديال زوينه زوينه زوين واللي زوينه راه زوينه. حنا ما عمرنا ما كنكونوا ضد شي حاجه اللي هي مزيانه. اللي مزيانه مزيانه، نشوفهم في جديده، نشوفهم في اسفي نشوفهم في اعطيني لي زيتر بركان وجده بلاتي يزيد هنا تهنا قرب معايا انا شويه خريبقه نشوفهم في دي بتي تيرا ونشوفهم في هذا مزيان اللي اومولوجي بركان وي مزيان. ام بتي تيرا كيعجبني انايا ويلعبوا فيه وهذاك الشيء مزيان. وكنظن المحور ديال بركان وجده راه باقي شوف في انا بالنسبه ليا الانشوا مزيان، هذا مزيان محور بركان وجده يزيدوا عليه حتى ذاك التيران ديال الحسيمه، حيت انا كنزيد نعرف بالجغرافيه ديالي انايا. احنا هي ديجا مروه اشاك فوا حنا الدار البيضاء الرباط طنجه مراكش هادشي هادو صافي. رحنا راني دابا لي زوتر فيل حتى هما كيبقاو يتسمعوا. والله يجازيك بخير مزيانين في هاد القضيه. بعدا نخرج من المنتخب النسوي قل من 17 غادي يبحث حتى هو على تاهله. ان شاء الله هاد الفئه راه هي اللي كانوا اللي هضرنا عليها البنيتات ديال فيناليست ديال المدرسه ديال المدرسه. دابا الا عندك 17 ان شاء الله يوصلوا كاس العالم وعندك ال 20 غيديروا كاس العالم والكبارات ايوا راه هادي كنقولوا حنا واحد لونشينمون ديال سميتو. او واش بغيتي مازال؟ الا درتي بحال هكا راك ديجا غيكون عندك لوساتيغ ديال واحد المنتخب قوي اللي عنده تجربه، ما غاديش تجيه غريبه على انه يشارك معك في كاس العالم. هاد البنيتات هادو بعدا اللي عجبني في لاليست ان النص ديالنا كاين برا والنص كاين هنا مزيان. انا كنشوف الا كان الكيليبر كتنجح سوسيو سيرتان. الكيليبر ديما كيعطيك واحد ماشي ضد النجاح. ماشي ضد البنات اللي في الخارج. الله يهديك ابدا. اش دخلنا عاوتاني لهذا اللي هنا اي بنت غتفيد النادي ديالها. راه ما عندكش حق تبقى تقول هذا الكلام بحال هكا. لا للتوضيح. لا ما كاين حتى توضيح. لا الله يرضي عليك ما ندخلوش في هذا شي حويجات اللي هما حنا لسنا ضدها. اش بيننا وبين الله. لا للتوضيح منير شوف نخليوها داخله في نطاق كره قدم. اشوا منير اشوا الى عندي 15 دريه مزيانه هنا فالابل. عندي 15 فالابل مرحبا. مالنا ما عندناش الضد دابا في ليكيب ا ما كنغوتوش. علاش ما عندناش 15؟ ما كاينش 15
ها العار يكونوا ها ثلاثه اربعه هذوك الثلاثه راهم ضاربين عليهم حنا دابا موضين عليهم شويه المغرب كامل تيهضر عليهم منهم حنا كنقولوا بغينا حنا نشوفوا هاد الوليدات اللي كيجتهدوا كندوش على نابورتكي لا المجتهد المجتهد دابا حتى الدريات خليهم الا كانوا 15 وفالابل هذاك المدرب ما غاديش يجي يعزل هذوك الدريات هو اللي كان مع بنيات هذه المدرسه لو ميم حنا الله بون كوراج يونس ربيعي انا نتمنى ولاد البنيات نبقاو ان شاء الله متبعينهم ويوصلوا للمبتغى ديالهم ولكن بالمقابل انه الناس ينتبهوا لك البطوله ديال قل من 17 سنه النسويه البطوله النسويه قل من 17 الا كانوا مشاكل اصلا بعدا في البطوله الاحترافيه قسم الاول فنتمنوا يهبطوا لتحت يشوفوا الظروف ديال الممارسه ديال هاد البنات ديال قل من 17 حيت بالنسبه ليا البنات ديال لي فار ما نخافش عليهم السونتر ريجيونال ديال بركان ما نخافش عليهم اللي في دي سونتر فورماسيون ما نخافش ولكن اللي في انديه عاديه غنخاف على دوك البنات حيت الاستمراريه هنا فين كيوقع فيها مشكل نرجع بك الملاعب عندي واحد السؤال كنتفرجوا دابا في كاس اسيا في قطر سافري لا قياس مع وجود الفارق في الامكانيات ديال قطر وكاس اسيا نفس العدد المنتخبات مع افريقيا 24 24 غير هو اسيا حتى عشرات الملاعب مثلا ولا اكثر من 6 المغرب في 2025 الا دارت في 2025 لانه الهضره كثيره تقدر تمشي كاع حتى علاش بالضبط كنبقاو في افريقيا ليميتي لديك 6 قولوا الله يكون في العوان دول افريقيا جنوب الصحراء بحال الكوت ديفوار راه دايره المجهود باش تقدر دير 6 حنا نقدروا نديروا اكثر من 6 عندنا لي كاباسيتي بحال مثلا ما تبغيش تشوف في كوب دافريك في شي ماتشات ديال المجموعات تشوف بركان تشوف وجده اي الا كان هومولوغي علاش لا؟ ها هومولوغي ايوا صافي كيبقى اختيار ديال لا فيدراسيون رويال ماروكان مع الكاف مع الاتحاد الافريقي وكنحط الى اقتراحات ما تبغيش الكاف ديال البروبوزيسيون ديالي وتنقول فوالا اوليو باش هذا انا عندي مازال تبارك الله ملاعب وكتفرق دوك المنتخبات على على المدن والحمد لله حتى التراجي بالمواصلات كلشي مربوط ولا قريب ولا قريب كاينه دابا الطياره تجيبك بساعات المكانه انت في الدار البيضاء طنجه مراكش يا با بروبليم جديده كلشي قريب ايوا من تم يحل الله انا نتمنى اضافه ملاعب لكاس افريقيا 2025 ان شاء الله اللي في المغرب ما تبقاش غير كاينه طنجه كاين فاس الرباط الدار البيضاء مراكش قادريه ملاعب الكبرى نزيدوا ليها شي حاجه اخرى باش نديروا حتى حنايا ثمانيه الملاعب 9 10 علاش لا هنا غيبا فعلا راه المغرب تم اللي غادي تصاوب دوك التيرانات وغتهيئ الكوب دافريك راه اللي غيستافد هو ان شاء الله البطوله ديالنا من بعد الكوب دافريك غادي حنا غنتمتعوا حنا غادي تكون عندنا بطوله بانديه بمباريات بارضيه ملاعب بنقل تلفزيون هادشي كلشي علاش كنضربوا حنا ان شاء الله كل يوم اثنين مع 12 ديك لا بلاتفورم ديال الفيفا اللي كتعلن على الانديه الممنوعه من الانتدابات كتجدد هضرنا على الاثنين اللي فات قلنا اخر الانديه اللي كاينه في لا ميزاجور ديال نهار اثنين مع 12 دابا غنهضروا على هاد الاثنين هذا مع 12 شكون اللي باقي اللي ترفع عليه المنع الوداد الرجاء ما كاينينش في لا ليست ها هي قدامي الان اللي باقي شباب المحمديه اولمبيك اسفي المولوديه الوجديه المغرب الفاسي شباب قصب التادله من الهوات اتحاد طنجه الدفاع الحسني الجديدي من القسم الثاني مع نزيد واحد الاشاره ان شباب المحمديه والمولوديه الوجديه كملوا ثلاثه ديال الفترات ديال المنع والفتره الجايه غادي يدوزوا لخطوه اخرى من العقوبه وهي سحب النقط من الفريق في البطوله ديالو ما رايك في خير الدين انت في هذا الشيء؟ لا الا وصلتي نحيد ديك القيطات المتضرر الاكبر هو الفارق هو الفارق المتضرر هو ذاك المدرب اللي كيشتغل المتضرر هما ذوك اللاعبين اللي كيضربوا تماره والمتضرر الاكثر كاع تضررا هو ذاك العاشق هذاك الجمهور ديال هاد الفراقي بجوج اللي مسكين ما عندوش ما بيدو حيله كيف كنقول انا دائما الجمهور اللي مسكين باغي يشوف فرقته تتلعب باغي يدخل يتمتع يمكن جمهور اللي فيه خالط ديال واحد فئه ولا كنقول انا نخبه من الجمهور اللي شافت فراس وشافت واحد عدد كبير من اللاعبين الكبار وشافت ملعب بشير كيفاش كان نمشي لوجده لا ميم شوز نشوف واحد الجمهور اللي عاش مع السميري ومع الطاهيري ومع مغفور ومع الله يرحمه ومع واحد عدد كبير ديال اللاعبين ديال
المولوديه الوجديه. ايوا ونزيد عليه واحد الجمهور اللي عاوتاني عاش مع جينيراسيون اخرى بحال ديال شباب محمديه مع روكي ولا مع عدد كبير من اللاعبين اللي كانوا تا هما ثم ندوز الوجده مع التميمي ومع بوسلهام ومع النكروز ومع ومع مع اليوم انا غادي نشوف هاد الجمهور هذا يكون كيتعذب مسكين انا وما ما دار لا بيديه ولا برجليه وهذا الشيء كله باش كيجي دائما كنت كنقولها لك هو عدم القدره على السير على النمط ولا العيشي اللي كتعيش به انت عندك فرقه كثرت الانتدابات اخطاء تسييريه اللي كانت كتوقع لو شوا ديالك مدربين ندي هذا ونجيب هذا لي ليتيج ما كيعطوك هذا هو الجزاء هذا هو الجزاء بالنسبه لي انا كتحمل المسؤوليه لشي طرف هنا بيان سور المسؤوليه اللي غيتحملها منير هما اللي خدامين في الفرقه هما اللي كنحملوا المسؤوليه ثم الى كاينين مسؤولين في ديك المدينه انا بالنسبه لي يكون عندهم تدخل واخا انا ما كنبغيش هذا الشيء ولكن نبغي ان يكون شي تدخل تكون شي جلسه مع الناس انا فريق بحجم المولوديه الوجديه وفريق بحجم شباب محمديه غدا ولا بعد غدا نشوفوا كيتحسبوا منه النقيطات ويقدروا فاسيلمون ينزلوا العيب ماشي هو في النزول العيب هو في ننزل بالكره يا با بروبليم نكون ما درتش دي بون ريزولتا وتمحنت ونزلت ولكن كتنزل بواحد الطريقه اللي انت بحال كتقول انت كمسؤول انت عندك فيها 90% هذا هو لو بروبليم دابا اش كتخلي لهاد المدرب كي غايدير تيجي يشتغل وكي غايدير داك لونفي اللي كيكون لي كيكون عندك المدرب دوك لي جوور بزاف ديال الامور ما كتمشيش في نزيد واحد المسؤوله اخرى بغينا بطوله دابا كتسمع دابا الناس كتكلم تيقول لك البطوله الوطنيه ها حنا دابا هي بطوله وطنيه انت كنتكلموا انا وياك كمونير هي غدا ولا بعد غدا غادي تبدا بهذا الشيء كي غادي فين هو الديكيليبر باش انت تشوف ان بون ماتش فين هو الديكيليبر ما عمرك ما غتشوف دي بون ماتش ما عمرك غتشوف ليكيليبر ما عمرك ما غتشوف بزاف ديال الحوايج عندنا واحد العشوائيه وعندنا تخبط في المشاكل وهي اللي قلت انايا حنا ولينا كنهضروا على ليكيب ناسيونال هاي دابا كاع حتى حنا كنا كنقولوا دائما ها ليكيب ناسيونال هي فين رايك عينك تنعت على بصبعك راهي هي ومني غادي تهبط شويه تخرج كيف كنقولوا دائما وهذا هو الغرض وانا الحمد لله كنقولها وتنعاودها تنقول يا ريت يكون تدخل من الجامعه لانه يجب اعاده النظر كاينه مشاكل تقع منير داخل الانديه المغربيه وكنتكلموا مع اصدقاء ديالنا في عده نوادي وكيبداو يتشكوا عليك تعطوك شي حويجات اللي انت ما كتدخلش لك ولكن انا الحمد لله عشت في هذا القطاع ودربنا وشفنا بزاف ديال العقليات وديال هذا فنتمنى ومنير حيت هادشي ما يمكنش نبقاو حنا بالتمني حتى حاجه ما كتجيب التمني كتجيب بالعمل نقرا واحد التعليق ديال سعيد من امستردام قبل ما نسلم الخط للاميمه سعيد السلام عليكم بكل صراحه خي منير كره مغربيه ضعيفه بطوله ضعيفه اعلام ضعيف غنزيد حتى متلقي ضعيف جمهور ضعيف يعني ملي ضعفتي كلشي اذا كلشي ضعيف كيفاش ننظموا كاس العالم الله يحفظ وصافي لا التنظيم هذاك بوحدو بوحدو هذاك قش التنظيم كاين عنده التوابيت ديالو انا خديت واحد الدرس في حياتي ودابا مشكله شوف التنظيم عنده التوابيت ديالو ومع تروا بي ما عندكش مسؤوليه كبيره انا خديت واحد الدرس على عاتق حياتي اخر ودابا شي فيفا لواحد الماتش طرقات لواحد القضيه انا ديما كنقول حنا ما قادرينش ننظموا عندك كاس العالم الانديه ماتش ديال المغرب التطواني اوكلاند سيتي في مركب امير مولاي عبد الله مشيت كنقول راه يستحيل نكون هنايا حنا نفس التنظيم داك الشيء ملي كتبغي كتبغي بمعنى ملي كتبغي غادي تنظم داك الشيء لا المسؤول ملي كيعرف راسو واقف عليه شي حاجه صلات عندي كيدير الف حساب واسمح لي السي سعيد لان حتى حتى المتلقي حتى هو تيهضر معك بواحد الطريقه سيرتو هو عايش دابا في هولندا الله يحسن العوان ملي كيشوف البطوله الهولنديه وكيشوف هو تا هو راه تبارك الله الا كان كيدخل يشوف الماتشات ديال اجاكس وفاينور راه كيكدي انت تيشوف كيفاش داك الشيء كاين وكذاك الاعلامي فين كيجلس اييه واش هي الظروف اللي كتوفر ليه كيفاش غيناقش دابا المشكله حنا مختلطه الامور
ناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام، من بعد غادي نجيو نتكلموا على البطوله الاحترافيه ستعود باي حال ستعود، غنجيو نتكلموا على بعض الفرق على اساس غدا نتكلموا على البعض الاخر وهذا الرتور كيفاش غيكون. فاصل ونعود. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام، تحيه لكل الاصدقاء، كنعتذروا لانه توقف البث عبر اليوتيوب، دابا راه رجع. مرحبا بالاصدقاء اللي كانوا كيتبعوا معنا قبل قليل، دابا راه رجع مره اخرى البث في اليوتيوب. تعاطف المغاربه مع الحسين عموته ماشي غير حيت مغربي، وعلاش؟ ولكن حيت مغربي حر. لا لا، حيت مغربي يا سي عصام عموته كذا كذا، ما عمره ما... وسي عصام والله سبحان اللي كي يبيتها فشان ويصبحها فشان. دابا راه حنا الهضره بحال هكا، البارحه راه ما كانتش هكا، وغدا واش غتبقى بحال هكا؟ راه هذا هو الجمهور ديالنا العاطفي الجميل بحال هكا، غير اما كنكونوا 100% كحل ولا 100% بيض. عمرنا ما كنوقفوا نشوفوا الامور كما هي. سي منير سمعتي الكلام اللي قال ناهيري البخريس؟ البطوله صعيب تطور. سي حميد سمعت اخويا، شفت هذاك الشيء وشفت الكميه ديال التفاعل معاه. انا ما عنديش اعتراض على داك الشيء اللي قال، ولكن غادي نسول واش ما كانش من الافضل كون كنا بغينا نصلحوا فعلا ان الهضره تقال فوقتها، الهضره تقال فوقتها باش الشخص المعني بالامر فاش كان باقي في عز جبروته وداك الشيء نقولوا هذه الهضره هذه، ماشي حتى لدابا عاد كنخرجوا نقولوا راه فعال راه دار راه ترك. ما لن يفيدنا في شيء هذا الشيء. صافي كنت غتكون واعر كون هذيك الساعات قالت فوقتها. وكواك عباد الله راه ملي كنجلس، ملي كنبغي نسيني، ملي كنبغي نفعل، ملي كنبغي نترك، اش كيوقع؟ ديك الساعه كان من الممكن ان الامور غتصلح وغادي دير خير في بزاف ديال الدراري باش ما يطيحوش في نفس الخطا، لا مع المعني بالامر ولا مع غيره. ولكن دابا سي تروطار. احسن تعليق تقال على الاقصاء المر، راه الخصو فخر الدين، ما حد الطياره ديال المنتخب كنشوفوها طالعه في السماء وليده ما هبطنا مازال لقب القاري بعيد. وشحال من واحد الكلام ما فهموش السياق ديالو، وكل واحد يفهم اللي بغى، ما كاين حتى شي اشكال. احنا ما عمرنا هضرنا على الصحافه، وما عمرنا ما هضرنا على الوفد الصحفي، لان الموفد ديال المؤسسه اللي حنا فيها راه مع دوك ال 140، ما غاديش نهضروا على بالسلب ولا بالايجاب، غادي حنا مع المؤسسه ديالنا والناس اللي مشاو لينا والخدمه اللي دارت. ماشي حنا اللي كنهضروا على، ماشي اول مره كنا كنتكلموا بهذه الطريقه هذه على انه شي ديال الدسام وهذا، با كيستيون ديال قبل ما نطلع الطياره كاع لا، وما عندك كنت انت ما عنده علاقه ب لا لا هذوك المرافقين اللي مشاو ولا اللي داروا، حنا ما كنتحملوش كاع المسؤوليه ديال، فهمتي؟ كي قلتي انت وزملاء ديالنا حنا اللي كنعرفوهم ومشاو تما منهم، هيا سميتو ايمان موفده ديالنا حنايا وكلشي. بلاغ للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فخر الدين تعلن فيه وتجدد ثقتها في وليد الركراكي مدربا للمنتخب الوطني. واحد البلاغ تسمح لي نقراه. عقد السيد فوزي القجا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات عدة اجتماعات تقييمية بخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس أفريقيا للأمم مع الناخب الوطني السي وليد الركراكي. إلا كانوا الناس رجعوا نهار مثلا الخميس عدة اجتماعات، إذا غيكونوا اجتماعات الجمعة والسبت والحد، المهم عدة اجتماعات راه فايتها جوج. تمنوا الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند دور تمون النهائي، وهو ما ولد لدى جميع مكونات كرة القدم شعورا بالأسف والحسرة. مزيان تم الوقوف على مكامن الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة، خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب إفريقيا. من جهته أكد السيد فوزي القجع على ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء المنتخب كرة القدم المكانة التي تستحقها من أجل إسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة، في مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026، الاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا الأمم التي ستستضيفها بلادنا الصيف السنة المقبلة. سطر مزيان على هذه، لأنه في ظل ذاك النقاش ديال الفيفا وكأس العالم وذاك الشيء، ها هو بلاغ ديال الجامعة كيقول لك ستستضيفها صيف السنة المقبلة، يعني صيف 2025. واش بالتوازي مع كأس العالم للأندية، واش قبل منها واش بعد منها، المهم ها هو الصيف.
تجسيدا للرعايه الساميه التي يوليها صاحب الجلاله الملك محمد السادس لكره القدم. مزيان. بالمناسبه تجدد الجامعه الثقه في السي وليد الركراكي لقياده المرحله المقبله مانحه اياه كل وسائل الدعم والمؤازره من اجل تحقيق المكانه التي تستحقها كره القدم المغربيه والمنتخب بصفه خاصه. كما تشكر الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم الجماهير المغربيه الوفيه للمنتخب داخل الوطن خارجه على الروح الوطنيه. أودي الجماهير ما محتاجين تشكرهم على الروح الوطنيه وعلى المسانده. والله الجمهور راه غيمشي معاك فين ما بغيتي، غير وريه شي حاجه اللي تجيبو، ما محتاجش انا كتقول لي شكرا لانك درتي واحد الحاجه اللي خارجه من القلب، راه حتى شي واحد ما قال لهم سيروا، حتى شي واحد ما قال لهم اجيو. التضحيه الكبيره التي تحلوا بها خاصه الجماهير التي تحملت عناء السفر، وي داعيه اياهم الى مزيد من الالتفاف والتشجيع للمنتخب الوطني رفع تحدي كاس افريقيا 2025. اذا الخبر رقم واحد هو تجديد الثقه في وليد الركراكي. الخبر الثاني عده اجتماعات تقييميه، ما عرفناش في احواد الاجتماعات شنو دار فيها، مراحل الاستعداد ما عرفناش شنو تقال عليها. مكامن الخلل التي كانت حاضره خاصه في المباراه الاخيره امام جنوب افريقيا، ما عرفناش بالضبط اشنو اللي كاين. الخبر الثاني اللي خدينا ان كاس افريقيا 2025 صيف السنه المقبله في بلادنا يوصف هذا الشيء اللي كاين سي فخر الدين. وللحديث بقيه. للحديث بقيه. لان المهم تقول درتي كانوا اجتماعات، يمكن دابا حنا لا حنا لا الجمهور المغربي. حتى واحد ما عرف اللي تفضل ليه هو بالشكر وقال لهم كنشكروا الجمهور المغربي، راه الجمهور المغربي خصك توضح ليه تقول ليه بحال دابا اش وقع وكيفاش ذاك الجمهور اللي شكرتيه. اها خصك حتى هو توضح ليه تقول ليه فوالا ما فيها باس. اه ما كاين مشكل. تقول ليه اش وقع وهذا هو اذا كانوا الخلل واش كان في مباراه اخيره؟ لا هذا هو المشكل. كاين هنا غلط شويه في تقدر تهضر على خلل اللي خلاك تخرج من المباراه الاخيره. لا كتقول خلل صافي دي كتهضر على واحد جزئيات ديال الماتش، واش الخلل كان في الماتش الاخراني؟ هذا هو اللي بغيت نقول انايا. بلغ في هذا الوقت قبل من ما يدار الوقت اللي كنا كنطالبوا وكنا كنقولوا غتكون شي كليسه ويشوفوا الناس وهذا، فانا كنظن وقيلا الوقت ما عنده ضيق بالنسبه للجامعه الملكيه المغربيه في اختيار واحد الاطار سميتو. انت اللي غتنتظر دابا هو التغييرات اللي غادي تكون البشريه العقليه اللي غادي تكون وانتظروا اللائحه المقبله. انا نقول لك اش ننتظر. انتظر دابا بلاتي ما تقولش ليا، ناخذ واحد الفاصل وقول ليا فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام. ديما والله العظيم اش غنديروا لا عرفت عليك تلا جلسي. ولكن قالت واحد الكلمه واعره، قلنا لها كاس افريقيا زعما وقتاش غادي؟ قالت لك نهار نبغيوها احنا ماشي اللي تبغينا. عندها الحق. نهار اللي احنا نبغيوها عندها الراي ديالها. ايوا بالصحه والراحه. بالصحه والراحه. المدرب قام باخطاء كثيره. توالت خيبات الامل على الجمهور المغربي سي محسن. تحياتي سي منير عمي فخر الدين، هل اتاك حديث؟ لا خويا ليزيد ولا يفلح هذا حيث اتى. افضل كاس افريقيا ذاك الدومي فينال كاس العالم. سي محسن الناس دخلوا لهذ المقارنات ولكن غير صحيحه. انجاز ديال كاس العالم غادي تفكروا ملي غتكون كتلعب كاس العالم. غتبدا تقول لي راه المغرب كاتريم دي موند في كاس العالم، المهم غيحيدها لك حتى شي واحد، ولكن في كاس افريقيا لا. بحال كيف كتقارن في البطولات في المنافسات المحليه بين بطل المغرب مع كاس العرش؟ فوالا كاس العرش راه ظروف اخرى وخصوم اخرى وملاعب اخرى. علاش قلتي هادو؟ قال مسابقه بحال دابا كوب دافريك راه عندها مقومات ديالها. تفوز بلقب افريقي سيني با فاسيل، باسكو في اي فرقه في البطوله الوطنيه ما تكرهش يكون عندها لقب افريقي. الا جيت نقارن مثلا المغرب مع نيجيريا، عاد قلنا نيجيريا كبيره على مستوى كاس العالم. احنا احسن درنا انجاز على مستوى كوب دافريك راه دايرين احسن منا، واخا هما اخر لقب. كتبغي دير مقارنه شي لا كوب دي موند غير للتوضيح. حتى واحد ما يحيد لنا للتوضيح. شوف حتى واحد ما يحيد لنا هذا كاتريان بلاس، حتى واحد ما يحيد لنا ذاك المظهر المشرف، حتى واحد ما غادي. خلينا ذاك الشيء تمايا دابا وهبطنا البارح ذاك الشيء اللي كتلك عليه ديال لا كوب دي موند. شكون اللي كان ضيف؟ كان كافو، فاز بجوج ديال النسخات، هو اللي جالس كيهضر على اسميتو. كيف في لا كوب دي موند تايا عنده كل واحد وعنده سي منير
مع الرجوع ديال البطوله احن كرجاوي لايام تكلم عليها نور الدين القاسمي في احدى الخرجات انه الرجاء كانت كتربح البطوله في الخريف والتيكي تاكا وصفها البهجه انه يلعبوها عليك حدا العصا ديال الكورنر وبقات حنا خويا بعدا كتهضر على واحد الوقت اللي كانوا فيه لاعبين ولاعبين في كاع الانديه وكل ماتش كتقول بلاتي راه كاين هاد الجروب هنايا وكاين هاد الجروب هنا وغيلعبوا ضدهم ولكن كابيلا كانت جاياك بقيد دي ولا بالبهجه وبالطار الخلاج وبالدمعي ورشيد العرقوب وزيد 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 راه فرقه رفاهيه في البوطو راه احنا كنا كنهضروا عليها هذه الكليبر اللي كنا كنهضروا عليه تمشي المكناس مع السي عبد القادر يومير وديك الفرقه اللي كانت عنده طلع لوجده وانت غادي في طنجه ما عندك ما دير مانتيان دو ريغري اون سوليسيون دو فاسيليتي ربما ربما حتى الوقت فين ما كاينش الوقت اللاعب مبابا كان عنده تاثير على الركراكي اللي طاح في الفخ وخرج معاه اللاعبين من التركيز ولكن السي حسات محمد كريم شكون اللي سيليكسيونور راه انا اللي سيليكسيونور مبابا كابيتان ديال المنتخب ديالو سيمونير ملعب الصخور السوداء ياخذ رزنامه الفيفا ارى براه الرواج في حي عادل والله يكون ملعب ديال التدريب بعدا ودا السي حسن الصخور السوداء يستافدوا منه بعدا الناس تما الا تصاوبوا حلقوا عليه وداك الشيء بدا تستافد منه هذيك المنطقه عموته نهار خسر كاس العرب تقال فيه ما تقال نحن الشعب غير مع الرابح خاص ما عندي ما ندير لك هذا الشيء اللي كاين وانتقدوهم في نفس الوقت من غير نفاق وحسابات خارجيه على اطار الكره و يصوب الله نهار هادي ما تنقولوها نهار تناقش ساعه ونص اييه غادي تولي ناجح نهار تناقش انت نهار تبدا تقدر تخرج وتناقش ساعه ونص ونهار انا نقدر نتقبل هذاك النقاش لا اش تقبل نهار انت اللي ما ديرش خلط ما بين ساعه ونص وكارير زوينه ما باقيش دير خلط ما بين ساعه ونص والكارير والبني ادم لا الشخص والشخص ما باقيش دير ساعه ونص وهذاك السيد راه كان وكنا البايلا وما عقلتوش على البايلا اللي كنتي كلوتو معاه وما شبعتوش ودابا كتهضروا فيه وكتقولوا لي والكفته اللي ضربنا اللي ضربتي معاه دابا حنا باقي عندنا خلط ما بين ساعه ونص وما بين سميتو دغيا كنجي عندك وتنقول لك نسيتي الماضي ونسيتي ليالينا راه ملي كتكون تهضر كنهضروا على ساعه ونص وملي كتسالي ساعه ونص كندوزو ساعه ونص دوزيام ماتش الثاني ساعه ونص انا نهار يتعلم الانسان يبدا يناقش فحال هكا بروفيسيونيل غادي توصل انت لا كتناقش ساعه ونص ما كامل احتراماتي كاين داو اللي ما كي كما قالت السيد كاين اللي كيدخل فشي حاجه بحال دابا قال لك لوكا ديال عموته وي عموته تبارك الله فيكم ولكن عموته اتونسيون راه دار داكشي اللي خصو يدار مشى كاع ما جا هو كاع ودار دي ديكلاراسيون ودار 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 ورجع عاوتاني وخدم حنا كنا كنقولوا غادي يكون واقيلا من المغضوبين عليه رجع ورجع وخدم عنده واحد طومبيرامون ديالو حسين اللي كنعرفوه حنايا يحترم ما كيتبدلش كيف كنقولوا حنا اذا ملي كتكون تهضر هضر على ساعه ونص دابا هو مالو من يعطوه الميكرو عموته في ديك الغمار ديال الوصول ديالو الدمي فينال عطيني ميكرو قول لي هضر عطيني ميكرو قول لي السي فخر الدين كيفاش جاتك النشامه وداكشي اللي داز عليا انايا ديال منين مشيت ديك الكتله اللي كنت كناخذ الا عطيني ميكرو احنا كنبينوا لهم وهذوك اللي كانوا كيحسدونا وهذوك اللي هضروا عليا انا شتي على مشكله واش كاين ولا ما كايناش كتولي ديك الساعه انت بحال كدير دوك النتائج لشي طرف اخر الله يرضي عليك عجبني كان كيهضر بواحد الطريقه وشت السي جواب ديالو ديريكت وكنشوف كنا سمعنا هنا من غير هذاك انا مشيت للدار وعاوتاني شفتو في الاخبار لا فاسون ديال وجون ملامح ديالو كيفاش كانت مسكين وكيفاش كيدير وكيعبر على واحد وحتى الفرحه ما كاينش هو مصطفى وما كاينش بعيد كي ترونكيل بنادم شويه كيبقى يتعلم بشويه بشويه حتى كنولي ما كاين مشكل دابا القتله اللي قلا عموته في الاول مسكين هذوك الماتشات اللي ما جاوش وديك الصحافه الاردنيه اتونسيون ما ادراك ما الصحافه الاردنيه وبداك الشيء ديالها وشرحنا الكونتكست كي داير بيان سور وهو غادي بشويه بشويه وكيشتغل وكيدير حنا راه ما بقيناش حنا واحد بقيتها ما بقيناش بغينا نتقبلوا الكريتيك ديال ساعه ونص حطينا الكريتيك دخلناه في حقه
وليت كتحط لي انا الشخص وتحط لي انا اش دخلني انا في الشخص ولا هذا. لكن نهضر على مباراه ديال ساعونس وواحد المدرب اكس عرفت شكون هو المدرب انا اكس كنهضر عليه بحالي بحال واحد عدد كبير ديال الناس وتقبلوا هذا الشيء وجلسوا وديروا واخا يجيكم صعيب شويه لان هو اصلا هذا الشيء كيكون تربيه خصك تبقى شحال ونهار الجمعه اللي فاتت تخرج من هنا شتي دوك كوريين ولا ما عرفت كيفاش كيهضر معاهم المدرب داير معاهم واحد شتي داك السون كيفاش هذاك قمش وجر ومشعرو هي وشي حوايج شت انايا يعني داك الشيء غريب منير في كاس اسيا غريب لا كيفاش الثقافه ديال داك الاحترام وداك الشيء صعيب باش يتكون. نعاود لك واحد النكته وقعت لي نهار الجمعه خرجت من هنا مشيت المهم في السونتر فيل واحد المحل انت مول الخير دخلت ناكل غد الريب وانا نلقى واحد لونسيان جوار ديال ليكيب ناسيونال حتى هو الله الله كيسلم عليك الله الله سلام لاباس بخير لا جوج باقي كتكريتيكيو ليكيب ناسيونال واخا ما لعبتوش في ليكيب ناسيونال وداك الشيء داك الشيء اللي كنا كنجبدوا ديال وابور الزوق راه ما عندوش الحق يهضر على تنزانيا راه خسر معاها وفخر الدين ما تهضرش على الزاير راك ضيعتي معاه ويقول لي على هذا الحساب راه اللي عنده الوحيدين اللي عندهم الحق يكريتيكيو ليكيب ناسيونال هما احمد فارس واللي معاه هما اللي داوها قال لك هما اللي خصهم يخرجوا دابا يكونوا محللين الحاج احمد فراس وبابا بابا اللي قالوها جات معاهم قلت لي راه هذاك هو المنطق دابا اللي كاين باش تهضر مع المتلقي ديال دابا على ليكيب ناسيونال باش ما يجيش يقول لك ها انتم شنو درتوا صافي راه الا هضرتي مع الحاج احمد فراس وراك ديتي كاس افريقيا صافي غا هضر لي على ليكيب دون ذكر الاسم راه كيسلم عليك تحيه ليه حتى هو هنا وندخلوا ان شاء الله واخا نعلن بعد على الرقم 0522 36 05 36. مرحبا بكل الاصدقاء مرحبا بدايه من هذه اللحظه يا اميمه في استقبالكم. البطوله ستعود فخر الدين وهضرتي لي قبيله على واحد القضيه خطيره ما غاديش ننتبهوا لها حتى تبدا البطوله واش كتوقع واحد لو ديزيكيليبر خايب في الروتور ها هو ملي كتعطيني بين الفراق اللي شوف منير انا ملي كتعطيني اخبار بهذا الشكل وذاك المتلقي اللي كيبغي فرقته يفتح دابا الميديا ويسمع هاد الاخبار على الفريق ديالو كيفاش غادي يكون مسكين تيحس هذاك المدرب اللي كيشتغل دابا هذه واحد 35 يوم منذ توقف البطوله فاذا به كيتفاجئ حتى هو غادي تجي الاخبار بانه يقدر يتسحبوا منه دوك القطع تضرب عليهم تماره يولي كيلعب على النزول كيفاش بغيتي انت واخا ناهيك على الفرق الاخرى اللي انا يمكن انت عندك الاخبار عليها اكثر مني شويه اللي ما عارفش انايا انا امور كيفاش نبقى معك في هاد الجوج وما نمشيش معك لسحب النقط حيت باقي مبكر انا نهضر على سحب اللاعبين اللي مشاو المولود ديال وجديه بهذيك المقاتله بهذاك الشيء ديال فوزي جمال واللاعبين نقدروا نقولوا لو ميور ايليمون اللي كان عندهم فهاد لالي ها هو مشى جا الوداد اللي هو بدر قدارين شباب المحمديه بهذيك المقاتله بهذوك الاضرابات دو جوور اللي عندهم مشاو انت كيفاش كتشوف هاد ديزيكيليبر ان فري ديزيكيليبر ولكن اش غادي ندير انا اش بغيتي ندير انا كجوور غادي نمشي لا انا ولو جوور طموح ديالي كبير جاني عرض نمشي نقلب على راسي نمشي نقلب ونزيد في سميتو نزيد نجتهد ونزيد نلعب علاش لا ما عندك ما دير دابا خصك تشوف كيفاش هاد الفراقي كيفاش غيبانوا من بعد هاد المرحله هادي نتسناو لو ريتم اللي غادي نشوفوه من نهار الاربعاء ان شاء الله بالله عليك اش من ريتم كنت والله ماشي شغلي انا تبقى تقول لي بالله عليك راه عرفت ماشي شغلك بالله عليك لا قلت لي انا وياك ما عندنا اشنو حنا اش بغينا نديروا انا وياك غنشعلوا التلفازه ونشوفوا البدايه ديال البطوله كيفاش غتكون صافي هادشي اللي كاين انا نتمنى الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفازه اللي غتنقل الماتشات دير واحد لوبسيون في لي تيليكوموند انا كتقدر تزيد السرعه شويه ديال واخا في الديريكت هادو 35 يوم كان اللي كان واقف كيتريني وتلقاه مسكين عايش مشاكل وعايش بزاف ديال الحوايج نمشيو للفاس نمشيو للفاس ناخذوا معنا اول متصل سي علي من فاس مرحبا سي علي تبارك الله على السيدي منير وتبارك الله على السي فخر الدين وعلى اخت مستقبليه كالمكالمات الله يبارك فيك السي علي تحياتي لكم جميعا الله يبارك مرحبا فيك شكرا لك السي علي بصراحه غادي نطرح شي اسئله للسي فخر الدين مرحبا بك مرحبا وزعما وكنفتخر به لان رجل تبارك الله عليه يعني الاخلاق ورجل يعني عنده واحد القيمه واستمر عليها من البدايه من شهر الله يكثر خيرك بارك الله فيك ما كانش قاطعه هذه بدون مجامله الله يكثر خيرك لا هو ولا حد العادات ديال الناس اللي هما لعبوا كره القدم في المغرب
الله يبارك فيك. استاذ خالد الدين. نعم. الله يجازيك بخير. راه ملي لعبنا المباراة الأولى والثانية يعني حصلنا على عدد النقاط اللي غيدوزونا للدور الثاني. أييه. واش كان ممكن أننا نغيروا على الأقل نصف المجموعة وندخلوا العناصر اللي ما لعباتش باش نشوفوا الإخوان اللي عندنا معطوبين وكيشاركوا واش يمكن لهم يستمروا ونهيئوهم للدور الثاني ولا لا؟ ثانيا إلا لاحظنا كنا كنتفرجوا في كرة القدم ولكن كنتفرجوا وكنلاحظوا شي شوية حنا غير كمتفرجين ما كنعرفوش قواعد كرة القدم بحال الناس اللي هما ولاد الميدان. ولكن كنشوفوا الشخصية ديال المدرب يعني في المباراة الثالثة نقصات مع احترام الناس ولد الركلاكي يعني رجل ديال الأخلاق رجل ديال سوء الدعم بغض النظر على النتائج اللي حققها في كأس العالم ولا واش ما كتشوفش معايا أنه كان واقف عليه وما كانش داك الحماس داك الوقت دابا أنت هضرتي على المباراة الثالثة ديال زومبيا اللي ما كانش فيها وسير لو بون. نعم. انا نجاوبك على الشق الاول بعد من السؤال ديالك تجريب. حنا كنا متفقين معك انا كنت نقدر نشوف زياش ما يكونش هو استق بليسي كنت انا حكيمي جيتي كونتر ان يكون حتى هو ما يلعبش نشوف عطيات الله ونشوف الشيبي ونشوف ريتشاردسون اللي ما لعبش هو دخل واحد وقيته وكان مزيان وكان تعطاه الفرصه على انه نشوفه كي قلتي انت في هذاك الماتش ولكن هذا كانت اختيارات ديال المدرب وهي داخله في هذا الماتش راه اللي هضرتي عليه غنلصق مع هذه القضيه اللي قلتي ديال عدم الحضور ديالو. انا بالنسبه ليا ماتش بداك الشكل مع 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 لا زومبي حتى المنتخب الزومبي السي علي ما كانش شي فريق ولا شي منتخب اللي هو قوي اللي غادي يبين لك الضعف ديالك. سيطرنا يمكن الحاجه السلبيه هو انه ما شجناش اكثر من 3 الاهداف رغم المحاولات اللي تحت لينا. هي الحاجه الاخرى اللي ما قبلوهاش الجمهور المغربي وهو لو ستيل جو اللي دار اوناحي وبوفال ديك كثره المراوغات وهذا ما كانش شويه ديال الاحترام وهذه راه شي حاجه اللي لاحظها وليد. فهذو هما المسائل اللي كانوا متى بن محمود راه سي طون اونترينور ادجوان اللي تا هو كيتحترم لعب الكره. انا صراحه ما نقللش من الحضور ديال رشيد سير لوبون على انه الغياب ديال الوليد هو اللي خلى تشوف شي حويجات ولكن على اين انا كنقول الماتش هو اللي سهل عليك سي علي هو اللي سهل عليك الامور لانك كان عندك شي خصم اخر ماشي بحال زامبيا اللي غادي يخلق لك مشكل وغادي يدير لك الضغط كنتي تشوف ماتش واحد اخر. هادشي اللي كاين. تحياتي ليك. تحياتي سي علي. الله يبارك فيك. انا عندي غير واحد طلب ورجاء للمستمعين ديالنا الكرام. مرحبا بكل الاراء غير الله يجازيكم بخير بغينا نزيدوا معنا لقدام قدام ناقشوا شي حاجه اللي مستقبل مثلا الفريق الوطني الراي ديالكم فوالا الله يرضي عليك. الا بقينا كنرجعوا للور انا معك انا متفق معك اش وقع في المباراه الثالثه بعد ما نديروا شي بحال الناس ديالنا راه كيبغيو بعض المرات ما كيكونوش اتصلوا بينا مش حال هادي ملي كتجي مسكين المناسبه ما فيها باس مولانا نناقشوا معاه ما فيهاش مشكل. انا غير من غير سي علي نقدروا نلقاو غاديين معاهم عرفتي علاش نديروا حنا واحد القضيه انا وياك ما حد لا كوب دافريك ما سالاتش نبقاو غاديين نبقاو غاديين شويه نخليو لا عرفتي علاش تتسالي لا كوب دافريك ديك الساعه عندنا الحق نقولوا سالينا مرحبا ولكن خاص تا اميمه تعطينا داك الطابي ديالها غادي تعطيك الطابي لا كوب دافريك وصعيب نخلط بيناتهم ديالها فعلاش كوب دافريك مع لا لا غير مع المنع مع البطوله داك الشيء صعيب شي شويه راه كتخلعني انا ملي كتقول لي اش كتسنى والله العظيم فخر الدين شوف انا بعدا قال لي راه شويه تنبقى نقول يمكن الكره عودتني على انه نشوف مباريات كتختلف شكون اللي قال لك المحمديه بعد النقص وهذا الشيء وجا وتشدها ولكن شحال غيبقى لعب معك الله يرضي عليك شحال عنده شحال ديال النفس شحال ديال النفس شحال ديال النفس شنو ضمني انا واش هاد روكي ما يعياش وسط الطريق يقول اللهم ان هذا منكر صافي والله يعاونك شكون ضمني فوزي جمال حتى هو يقول لك والله اعلم وحنا مازال غادي نمشيو للرباط عند بدر نمشيو عند بدر من الرباط مرحبا سي بدر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أحسن محللين ورجعنا لكلامكم وكلامكم ديما الصامم الله سيدي لا شوف الله سيدي لا خليني نكمل خليني نكمل عائلتي اللي غادي نقول راه من المني خسروا حنا باغيين مرحبا مرحبا سي مرحبا بك علاش كلامكم في الصواب ما
ومن موراكم كمؤسسة اللي كتقول لكم شنو تقولوا شنو ما تقولوش. هادشي اللي عندنا على سيف خدين وعلى منير هو الصحافة الناتية. الله يحفظك. ايوا والله العظيم زعما بدون نفاق بدون زعما مجاملة ما غادي نربح والو ما غادي. هادشي اللي كنشوفو حتى نصنتو بزاف د المنابر ولينا كنرجعو لهنا كنلقاو التحليل الاكزاكت زعما. راه كان السي بدر السي بدر. نعم السي بدر. راه لقيتيني قبيلة تنقول راه شتي والله العظيم والله العظيم نحبك بالله واخا انا راك عرفتيني والله ما عندنا خلفيات شوف ما كاينش شي خلفيات مع شي حد. لا شوف لا مع لا شوف جميع المدربين ديالي هو كيعرفوا منير هنايا دابا كيشتغل في قسم وطني الاول ولا في الثاني ولا في الهوات كاين واحد الاحترام وعزيز عليهم وعزاز عليا وما عمري ما الحمد لله في المنتخبات الحمد لله. شوف في المنتخبات لا ميم شوز ما عندنا حتى شي مشكل ما عندناش مشكل عطيه حنا اللي كنكونوا ناقشوا وراه يمكن سمعتي التدخل ديالي في الاخير مع الجواب ديالي لا لا على قضيه توزيق على قضيه توزيق علاش ما تيناش قلت نعم. الحمد لله كاين احترام متبادل وكاين دابا المشكله اللي كاينه سي بدر احنا تعودنا انا هضرنا معك على انا نقول لك على ماتش ديال الكره نعم داكشي انا ما نمشيش معك ما كنمشيش معك على فين ساكن ولا اش درتي ولا داكشي كله مع انا حنا كنهضروا على الكره السي بدر داكشي اش الحمد لله المردود ديال العالم الله يرضي عليك انا ومنير شفنا الماتش ديال تنزانيا كيسولني منير على ماتش ديال تنزانيا كون كانت فيه شي حاجه واعره والله تنقولها تقولها ولكن علاش انا ما كنتش تنبيه ونهضروا على الماتش ديال ما كاين مشكل تفضل السي بدر تفضل تفضل بغينا نقولوا غير سي منير راه ماشي قطعت كان بغيت نقول لك الراي ديالي فيكم داكشي اللي كاين لا غير شوف انا غير حيت اللي اللي كيبغي يشكر راه كنبغي نمشي غير شويه شكرا علاش حيت هذه الخدمه ديالك اللي كتهضر عليك فهمتي هادشي اللي كاين كلشي الخدمه اللي كتهضر عليه انت صحافي الخدمه اللي كتهضر عليه الله يرضي عليك هادشي اللي كاين دونك ما كاينش ما نفقوك ما والو ما يبارك فيك نقولوا لك هذا الراي ديالنا هذا أنا باش نمشيو عاوتاني للمدرب كيما عطاه هو الميكرو بقى كيعطينا حنايا في الشعب وفي الفرق ديالنا وفي اللعابه ديالنا دابا الدور ديالنا حنا كشعب وكرياضيين اللي غادي حتى حنا الميكرو ديالنا يا دابا ياك ايه حقنا نقولوا اللي بغينا اه وفي نطاق الاحترام نطاق الاحترام وكل شيء الله يرضي عليك حيت بالنسبه للفرق اللي هو كان كيعايرهم باش يقول هادو كيلعبوا 15 اليوم ولا 13 اليوم هاد الفرق هما اللي طلعوا بينا باش يكون مدرب عالمي صبري حيت الوداد هي اللي خلاته انه كل شيء يعرفوا بان هذا هو وليد الكراكي ماشي 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 الاجانب حيت كون مشى يدرب تما ما غاديش يبان ما يدربش حتى سيري ا تفضل اليوم سيري زعما ديالهم دونك من الوداد درت شي سميه دونك هذوك اللعابه ما نساش خيرهم عليا حيت هما في التكوين ديالهم كنتي معاهم وتتعرف المعاناه اللي كيعانيو وانت ولد تما وحتى مع فريق الفاتح حتى هو الرياضي الفاتح هذاك ما كيذكروا بعدا ما كيقولش انا بديت من هنا لا لا ضروري هذيك التجربه ما خصكش تنساها نقول لك ما عمرو قالها حيت هو شنو كان تيقول الفاتح ملي كان تيغلط كان تيقول لهم انا باقي كنتعلم يعني الفاتح تعلمتي فيها ماشي مشكل دوز تعلمتي في الفتح هذه يعني دابا لا راه ما كذبش بدر راه ما كذبش راه كون ما ذاك الهدوء ديال الفتح وداك الشيء راه ما كنتيش تقدر ما عمرو يتعلم مدرسه كرويه كان عندك الحق تغلط كان عندك الحق تجرب في الفتح ماشي مشكل وليني تذكره ماشي ديما تقول الله يسامح تقول بان الله يسامح هذا برا الله يسامح حيت هو ما سمحش لينا باش هنايا باش بقينا تنهضروا ما سمحش حتى حنا ما سمحوش ماشي مشكل بقيتي كتدرج كتمشي كتهادي دابا ملي وصلتي للبوديوم ما خاص لا مجال للخطا حيت ملي بقيتي حيت قد فمك كيقولوا المغاربه قد دراعك ملي كتكون كتنتقد وكدير وهادي وهادي خاصو يكون عندك كما قال السي خدين عبد موتى هذاك السيد حتى خرج وبقى كيداز مع الصحافه مع العرب وحنا ماشي عرب وكنمثلو جات معاه يعني كان او تيقري المدربين واكاديمي وكلشي شكون هو؟ هذاك على عبد موتى وما غاديش يخرج منه ذاك التصريح لا لا ما قالش ما قالش حسين كنعرفو انا ما يزرش يقول لك السي خدين ملء السنابلي تنحني تواضعا والفارغات رؤوسهن شواميخو اللي كيكون السبوله اللي كتكون خاويه راه كتفرفر السماء والعامره راه محنيه لا لا غير والله العظيم شوف السي بدر نعم السي بدر ما الله يرضي عليك باش انا عرفتك دابا جاي بحال كتقول انت انا عندي رد وهذا باش ما نكونوش قاسين وما تكونش انت قاسي لا حيت كان عنده هو الميكرو ما كاين مشكل ما شوف مرحبا مرحبا شوف انا غادي نلخصك الامور وهي يمكن من بعد دابا توليه تدريب المنتخب غادي تشوف نوتر وليد الركراكي وغنقول لك علاش ولا لا هي غتصنتي علاش لانه هو الاساس الحقيقي اللي وقع
وحنا قلنا كان خصو واحد قدامه اللي يرجعوا لي اونكادري فوالا الله يرضي عليك لي اونكادري سي اون سي شي حاجه ولكن منين يمكن هو ملي كيسمع وقيله في التدخلات ولا ملي تيكون في لوطيل وهذا ما بقاش هو كاع عنده اهتمام باسميتو الوغ كي قلتي انت هو تصريح شوف بسيط جدا كان يقدر يوصلك ويدير لك علاقات ويدير لك نعم اللي عطيتيهم اللي النصيحه اللي عطيتيهم يمشيو يشوفوا المتحف ويشوفوا اللعابه كان واحد اخر يقول لي لا كان واحد اخر يقول لي بان الشعب تا هو خاص اللي يحترمه بصح جايه داخله في هذوك التصاور داخله الله يرضي عليك هو اللي كيخليك انك تكون في هذاك المنصب هو اللي خرج معاك هو اللي فرح معاك هو اللي داير لك كل شيء يعني اللي غادي تخاطبوا خاطبوا باحترام ماشي تخاطبوا بانك انا جايب لنا اربعه ديال الكوب دي موند ولا والو راه باقي راه شويه ديال الحظ وكذا راه كنفهموا في كوره وقعدنا مع اللعابه وبالمناسبه انا ولد حم الدحان انا كبرت مع واحد اللعابه ديال الكويري تما الرباط عامر الدراري اللي بغيتي يعقوب منصور والدراري ديال القديمه ديال الشرطه اللي كيكري كانت والقرد الفلاحي ايوا كانوا لي زيكيب تبارك الله كانوا المدينه راك عارف راه تحياتي لك سي بدر تبارك الله عليك سي بدر خويا تبارك الله عليك شكرا خويا بدر تحياتي تحياتي البدر حنا لا اله الا الله ما عندك ما تدير ما عندك ما تدير وقرا اغلط سول لينا فخر الدين نعم خويا كيفاش كيتصرف في حياته اليوميه عند اقصاء المنتخب ويلي 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 كيفاش كيتصرف كيهرس التليفونات وكيهرس التلفازات وكيقلب الطوابل كوما حس وفخر الدين كوما حبسات لي شمر هذاك المقاطع فخر الدين مع حكم باقي ما حيز السفاره ديال لافا تفاوت الفاز والله العظيم وشيكو ما كنت كنجي عندك حتى هنا ما غتفرش لا الله يرضي عليك بعد الماتشات عندك الاختيار انك ما تشوفهاش ولا حتى النقاش وما كنسمعها عندك السعاده هذا ملي كتقول لي غتبدا كوب دافريك كتجيني انا الخلعه خصني نوجد راسي كيفاش غنبدا نناقش حيت ماشي من السهل تناقش واش ناقش كتشوف منير ماشي من السهل تناقش بعدا في الحاله اللي كنعيشوا فيها دابا سوني با فاسيل حنا كنا كنهضروا عليها هو قال لي دابا الدري بدر اي كلمه كتحاسب عليها يا اما بالايجابي ولا بالسلبي انت قلتيها ايجابيه 10 هزوها بالايجابي وفهموها ثلاثه ولا خمسه هزوها بالسلبي راه سوني با فاسيل ملي كيتاليمينا المغرب كان زيد كيولي عندي ضغط كبير علاش يا منير حسك ملي غادي تجي تضرع الاقصاء وعلى المباراه اللي تلعبات الحمد لله اللي كنبقاو في سباقتنا دابا ديما كتقول امون احنا ما عمرنا ما كنمشيو على حساب النتيجه الوعره هي تفعل دابا وليد تجي نهار تنزانيا وتبدا تهضر على وليد وكانه ومنين يدير تعادل مع الكونغو تقلب نجيب عاوتاني هضره اخرى ونهضر على وليد بطريقه اخرى لا هذا هو فين كيوقع الغلط ولا تهضر على المنتخب المغربي ولا على بوفال ولا على لا خص يكون عندك طريقه ديال التعامل مع ليكيب ناسيونال ولا مع الانديه المغربيه بدون جريح قول غير داكشي اللي كتشوف اللي مامن به ديك الساعه ونسي تفرجنا فيها وتفرج العالم كله غير حاول ما تكذبش على راسك صافي والوعره عجبوني الوعره هي كتكتك داك النار هي تبدا توكل بنادم البطاطا كون نار حتى كي تلقاو معايا الناس قال لي عندك حق خويا كاين الجلبانه وكاين الخرش فعلا هما غاليين حيت انا ملي كنفيق في الصباح البطاطا اش كيبقى يقول داك الانسان مسكين تيقول له البطاطا هي اللي كاينه البطاطا وراه ما عرفش بان راه شويه لا خرج ودار راه كاينه خضار اخرى زوينه وكتكال حتى هي وكتجي في الطاجين مزيان ولكن البطاطا البطاطا فاصل وميمه ثم نعود لنواصل الحديث انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام باليستين وينرز عمو تا الله تعالى يوفقه اصبح سفير المغرب في الاردن سفير في الرياضة نتمنوا له التوفيق شوف أي مدرب مغربي يتألق خارج الحدود نتمنوا له التوفيق غير هو نتمنوا ما يقع بكأس آسيا وما يقع بكأس إفريقيا نستخلصوا منه بزاف ديال الدروس أنا هادشي اللي كنتمنى سي حسن جولي خويا منير السلام عليكم علاش لجنة الأخلاقيات حتى لدابا ما خدات حتى قرار في تصريحات الناطق الرسمي للوداد وعبد الله حيمود واش الأخلاقيات غير على الإبراهيمي مسكين المسؤول والمسؤولين ديال برشيد ما عنديش اخويا شي جواب على هذه القضيه علاش هاد التاخر رغم ان تصريحات السي محمد طلال كانت تستوجب انه يتم الاستماع ليه وكنظن راه تم الاستماع ليه كنظن
يقدروا يكونوا ما استمعوش ليه في انتظار صدور شي قرار. اللي كان استغرب ليه هو القرار ديال لجنه الاخلاقيات اللي كان تنشر على موقع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كان نهار الجمعه بتوقيف هشام العمراني على خلفيه ذاك الاعتداء وذاك الاشكال اللي كان عنده مع السي عبد الملك العزيز. انا غير الملاحظه اللي عندي هو ان ما حدث خارج نطاق الرياضه وخارج ملعب كره القدم ما موقع لجنه الاخلاقيات في القضيه، لان المساله غتدخل فيها جهات اخرى بما انها خارج الملعب. المشكل ما وقعش في الملعب، وهذا يعني هذا الخرق ولا هذا الشيء اللي وقع ما دارش في مباراه لكره القدم او داخل المستطيل الاخضر او في اطار منافسات بطوله او شي منافسه اللي كتشرف عليها العصبه الوطنيه او الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. هذا تساؤل والله اعلم. سي عبد الصمد من جنيف، مرحبا سي عبد الصمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا سي عبد الصمد. سي فخر الدين، السلام عليكم. الا تسنيتي هو اقل من دقيقه غادي يدخل وغير هنا مره. الله يحفظك سي عبد الصمد. الله يبارك فيك. المهم انا عيطت لكم اخويا انا يا من الناس اللي محروقين على المنتخب ديالنا بهذا الخروج هذا في كاس افريقيا، وفي الحقيقه دازت عليها تقريبا سيمانه ومازال ما بغاتش تنزل ليا، وجو بونس بزاف ديال الناس الشعب المغربي ما بغاتش تدي فيهم. وديت صغير عنده 9 سنين ديتو مسكين كيبكي 10 من العين، وبقى في الحال علاش حيت كنشوف المنتخب ديالنا اللي عنده البوتونسيال وكيفاش مازال عندي شويه ديال تعليق الدم على المدرب اولا، وعلى كل احترام ديالي للمدرب الكرادي، ولكن بس انا بالنسبه ليا وهذا الراي الشخصي ديالي انه بانت لا ليميت ديال التكتيك ديال المدرب اللي عندك ديجا بروبليم لاتاك عارفه من كاس العالم، من لفظ اليمناسيون ديريكت من الليتيان قدرنا نماركي بيت واحد اللي وصلنا للدوري فينال، وبيت اللي جا على الراس ديال نصيري وغلط ديال الحارس هذه ما خصهاش نتاوها ديال البرتغال. لا بلاتي عافاك سي عبد الصمد، باش نسى عليا كاس العالم ما بغيناش عاوتاني نكونوا حنا نرجعوا كاس العالم نهضروا راه كان غير الحظ راه كانت هذه الله يرحم والديك. لا انا جايك هذاك كيفاش ما نقدروش نصلحوا الغلط ديال المشكل ديال الهجوم اللي جاء على الهجوميه اللي عندي. انا متفق معك وي كيفاش كان عندنا الوقت باش نقدروا نصلحوا هذا الشيء وباش نخدموا الاوتوماتيزمات ديال الهجوم ديالنا. فاش دخل التشكيله ديال كاس افريقيا ديال مع افريقيا دي سود انا شفت زلزولي على اليسر وعدلي على اليمين ما فهمتش النقطه القويه الوحيده اللي عندنا هي الراس ديال نصيري، علاش غنلعبوا على واحد كوتشي على اليمين وواحد يسري على اليسر حنا خصهم نديروا يلعبوا لي سونتر؟ هذه النقطه القويه اللي عندنا. هذا الفريق اللي كنا عارفين تعطيها له في رجله عندك 5% انه يقدر يدير شي حاجه، وعاد نزيدوا الاملاح اللي انا يلعبني في هذا الماتش هذا. انا كنظن انه كان واحد شويه ديال الاغلاط من ما كانش استفاده من الماتش الثلاثه الاولين اللي لعبناهم، ما استفدناش من الاغلاط اللي درنا فيهم. كيفاش ما نقدروش نستفيدوا كيفاش ما نقدروش نستفيدوا من هذه الاغلاط اللي كانوا في هذه اللقاءات هذو باش نقدروا نصيبوهم في نصححوهم في الماتش اللي هو مهم ديال الافريق ديال السعوديه. كان عندك ثلاثة ماتشات باش تعرف الماتش ديال الكول. هذاك الشيء باش انا بان ليا انا فاش قالوا لي فاش قريت انه اعادة وليد الرجالي مزيان، ولكن خص يجيب بروجي اللي يكون سوليد ونقدروا نصلحوا هذه الاغلاط حيت كأس افريقيا الجاية عندنا في البلاد، وما يمكنليش نتقبل شي حاجة أخرى من غير الكأس هذه المرة. لا مع احتراماتي ليك السي عبد الصمد القضيه راه حيت الكاس راه ما كتربحش في لي بلاطو ما كتربحش هكا، راه الدليل هو هذا الكاس هذه اللي احنا باقيين فيها. غنعاود نقولها نوجدوا باش انك تلعب على ديك الكاس اللي غتنظم عندك صافي، حيت ما لعبش بوحدك. ما لعبش بوحدك ويلي تضمن غتلعب ديك الساعه. الفريق اللي عندك بالنسبه للفريق اللي عندك انا كنقول اللي كتكون لاعب في بلادك كدير الغالي ونفيس، ولكن كاين شي اخطاء اللي خصهم يتصححوا على الاقل باش نكون انايا لكن الفريق ديالي عرفت انه الاغلاط صحو، عرفت انه كان النجاح الهجومي وكان ماركي، ولكن حنا الفريق حتى هو كيماركي بحالنا وتا هو عنده سوليد، هذيك الساعه ما غاديش غادي نقول كره هذه حنا هو احسن منا، ولكن ملي غادي نخرج مع لافريك دي سود هذه المراره ديال الخروج مع لافريك دي سود هذا ما بقاش تنقل ليا.
إذا ما بغيتش نفهمها حيت كنشوف هذاك الهدف اللي جا أنه أملاح شاد تخرج ليه والآخر غادي ممكن لكش تقبل يكون عندك لاعب في هذا الليفو هذا يطلق وتصير أنا ما بغيتش تفهم لي ما بغيتش تفهم لي في الحقيقة ما بغيتش تفهم لي كان عندي كونسي ذاك النهار ديال في الكونسي وكنشوف في التليفون في الريزلتا خوز كنجري باش نخلط على ولدي للدار باش نتفرج معاه في الميتة الثانية وكيرغبني ثلاث ايام كيقول لي بابا واش نقدر نعد حتى ل 11 حتى كنت عنده المدرسة الله يديريه وكيرغب وخليته ومسكين طلع فتي كيريت راه هادشي حوايج اللي كيعيشو الناس في المغرب المغاربة اللي حنايا هنايا راه كنعيشو داكشي أكثر من المغاربة اللي في المغرب حيت دايرين بينا الناس كاملين وشحال شفتو فيا عباد الله كيقول لي فينا هو المغرب راه راجعوا ما بقى ما بغاتش تصرف ليا اخويا بقى ما بغاتش تصرف ليا. سرطها السي عبد الصمد. سرطها. المهم انا بغيت غير نعطيكم هذا الراي ديالي. الله يحفظك السي عبد الصمد. انا كنبغي نعيد لكم كنتبع البرنامج ديالكم كنقول لكم تبارك الله عليكم. بالفعل السي فخر الدين. شكرا لك خويا شكرا لك شكرا لك. انا ما مشيتش انا شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. الله يحفظك عبد الصمد. واحد الكونت هنا بعدا سميتو وليد الركراكي yeah, قال لك الا ما درتش نصف نهائي في كان 2025 غنمشي في حالي صافا سي وليد سي ستيكوم ريدنيك مونير واش بصح عادل رمزي هو اللي غيولي مساعد مدرب وليد الركراكي بلاصه بن محمود شتي البلاغه فيه نجدد الثقه في وليد لقياده المرحله المقبله اش غيوقع من هنا لقدام العلم لله سيمونير بعد تحميل المسؤولية الإعلامية المسؤولة في الكان السابق فحتميا الطاقم المساعد هو من سيتحمل المسؤولية في هذا الكان لكن الأوعر قلتها باللغة العربية هو من سيتحمل المسؤولية حين الإقصاء لا قدر الله شوف ما نسبقوش الأحداث باقي الكأس أنا بعد الخبر اللي خذيت اليوم في البلاغ هو أن كأس أفريقيا ستنظم صيف السنة المقبلة ببلادنا وما جاتش تكتبات غير هكاك نمشيو عند سي صديق سي صديق من سلا مرحبا سي صديق اخويا مونير تبارك الله عليك الله يحفظك سي صديق والله يحفظك بارك الله فيك تفضل اللي كتوقع شي حاجه جديده ومع شي وحدين باقيين جداد في الدومين كيسحابو دغيا كي ما كيسحابو الدنيا فيه ما كيشوفوش ما كيشوف واحد عليه وما كيشوفوش بعيد والله راه داك الشيء اللي وقع الكراكي مسكين ولا كيتعامل مع واحد الجهه ودابا حتى الصحافه ولا كيتعامل مع يتعامل معهم شي حاجه بحال دابا اخت ايمان مسكينه فهمتي اخت بنادم يتواضع واحد دابا طريق طويله راه غير هاد ليكزومبل اللي عطاوه جنوب افريقيا راه غادي يردوا واحد ريكيبيري بلور حنا نبقاش دابا كاتريان حنا الرابعين في العالم بونو قال لي راه مشينا غير مقصرين وصدقنا حنا الرابعين واه تقالت في واحد الكونتكست اخر عاوتاني وما غاديش نرجعوا لبونو اش قال لا ماشي على دابا دابا شنو هو دابا شنو هو العمل العمل راه شوف دابا ليكزومبل مع المانيا والناس كيدوا كاس العالم ويديوا هادي وهادي وديما كيبقاو مصممين على الواقعيه انا كنبقى دابا غير اللي دار شي حاجه كيبقى يشد الدومين يقول لك هو مول البلاد كاع كلها راه تواضع ما تواضع لله رفعه واخا تبارك الله عليكم الله يحفظك الصديق الله يبارك فيك الله يحفظك السي صديق و غير الاشاره الركراكي راه ما دار الايمان والو هي طرحات سؤال هو جاوب اللي داروا ما اللي داروا تعليقات من بعد راه ما كانش لم افهم حسن سيكيت لم افهم يقول المتصل لما الشخصانه لا المتصل لم يشخصين شخصانا هو كان هضروا على مدرب المنتخب الأول ما هضرناش على وليد الركراكي ولد العائلة لا راه قال فخر الدين حنا كنخرجوا كل ما هو شخصي كتهضر على المهام ديالو على المهنة اللي كيدير أكبر غلط سيرتكبه هو وليد والجامعة هو التعاقد مع رمزي وها سي فورماسيون ولا سميتك ما تهضرش على شي حاجة في علم الغيب بونو كنت بغيت نشوفه في التلفازة نهار السبت بالليل ساعة للأسف شفته حدايا في بن جدية وراه جاي يطلع على مالين الدار جاي يضرب دويره من حقه خويا يجب ان يتم نهج خطه هجوميه بالنسبه للمنتخبات الاقل من العشره في التصنيف ما فهمتش السي عادل بوشامه منير ان اغنيه الدار القديمه ديال نعمان الحلو رجاء الحلقه الجايه غنديروها صافي غداها هي كاينه صافي غنطلبوا من
من أميمات بروغراميها مع نهدي. عندي سؤال كبير هو مجد ذو الثقة فيا ولكن الجامعة شكون؟ آه وليد الركراكي قال لك هاو مجد ذو الثقة فيا ولكن شكون جدد الثقة في الجامعة؟ الجمع العام ديال الجامعة ولدي وش خلى عليك هذا والله الا سؤال فلسفي هذا والله لا خلى عليك اه او بدا كيتحاور قلم بعد هذا السؤال خصنا نشوف حالنا وليد كيهضر معاك بهذا الشيء ها وليد الركراكي ها فلاديمير بوتين يهضر معنا تحية لك كابتن فخر الدين تحية لجميع الناس كيتصلوا بنا ونتلقاو غدا ان شاء الله دائما في نقاش اخر في محاور اخرى. تحيه لكل اصدقائك المتتبعين. نهايه حلقه اليوم الساعه الثالثه باستوديوهات شهد اف ام. الى اللقاء.